يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. امبارح الحصه جت قوي ضبطنا الكتاب بمجاعنا ثانيه بالمعلومات اللي اتبنى. فانا عايزين النهارده كده واحنا بنراجع نراجع كده بتاني نظبط الكام امينو اسيد اللي خدناهم امبارح. امبارح بدانا الحصه بالحديث عن امينو اسيد يسمى ايه ثايمين. تعالى نراجع ويا بعض. هو كان اسينشال ولا سيمي ولا نون؟ الاسينشال مفعيل يا بوي تكملها كده الاسينشال وبالتالي ما ينفعش يتصنع حاجه. طب كان جلوكو ولا كيتو ولا ميكس؟ كان جلوكو. يا ميكس ليه؟ لا حرقت مكتوب في التدريب ميكس ازاي؟ كان جلوكو جينيك. طب اثبت لي ان هو جلوكو جينيك. تعالى كده اراجع معاك الباثواي بتاع الميثامين مره اخرى. كنت ببدا بالميثامين وقلت لك ان اهم خطوه في الميتابوليزم وقوه الميثامين هو تحويله لسام. وسام ده اسمه ايه؟ اسم ادينوزاين ميثامين. وعشان الميثامين يبقى سام انا محتاج اغير ادينوزين. تجيب ادينوزين منين؟ الاي تي بي اللي اسمه ادينوزين تراي فوسفيت. هروح مخرج التراي فوسفيت بي بي اي وبي ار واحط ادينوزين واشبكه مع السلفر اوف الميثيونين فيبقى عندي اس ادينوزين ميثيونين او زين. فاكر اسم الانزيم؟ كان اسمه ميثيونين ادينوزايل ترانسبريز. طب فاكر اسم الكوينزايم بتاعه؟ الله الله على اللي بيقول جي اس اتش اللي هو جلوتاثيون. يقول لك الميثيونين في ميثيون بس هو ميثيونين كانوت انت از ميثيون. يعني ايه اكيد؟ لما اشبك فيه ادينوزين ويعمل السام يبقى ايه؟ اكتف يبقى اسمه اكتف ميثيونين وكان انت از ميثيون. وعملت السام واخره حرف ايه؟ وشغال ميثيون. هروح مدخل اكس سيبتو يروح شايل الميثايل ويطلع ميثيليتد اكس سيبتو ويتحول الميثايلين الى هرمون فيستايل وبالتالي يتحول السام الى ساع. انا قلت لك الفرق ما بين الميثايلين وهرمون فيستايل يدوب ايه؟ ميثايل. فلما الميثايلين يفقد الميثايل يبقى اسمه ايه؟ هرمون فيستايل. فاحول السام الى ساع. طب الساح ده عايزه حاجه ما خلاص ساح. طالما مش عايزه يبقى هنكسره. هندخل مين؟ الميه ونطلع مين؟ ادينوزين. ويبقى عندي فقط لوحده هرمو سيستاين. وقلت لك ان الكورنر ستون في الميتابوليزم وفي الميثيونين هو الهرمو سيستاين. يعني انت قاعد في النادي الله يحرقك. هاي فايف مع ايه يا عم فين؟ ايه شغال ايه يا عم؟ رئيس ولا راجل؟ اترجع يا بايش يا جماعه انا مش براجع ده نفسي انا حافظ والله. انا براجع في خمس سياق يا بيه. اهم خطوه في الميتابوليزم وفي الميثامين هو هذا المركب الذي يسمى هوموسيستين. وبقول الهوموسيستين ده ليه سكتين يمشي فيهم. السكه الاولى ممكن ارجعه ميثيونين اسمه ريجينريشن اوف الميثيونين. وعشان هومو سيستاين يبقى ميثيونين انا عايز ميثيون. هل ينفع اجيب ميثيون من السام؟ مستحيل يا جماعه. من غير المقبول ان استخدم سام عشان اصنع ميثيونين اللي يكون سام. امال اجيب السام منين؟ قال لك من ميثيل ايه؟ كوبالامين. يدخل ميثايل كوبالامين اللي هو فيتامين بي 12 ويخرج بصوره ايه؟ كوبالامين. بس بعد شويه كل الميثايل كوبالامين هيبقى كوبالامين.
طب عايز الكبلة من يرجع من طاي الكبلة من مرة أخرى ده باستخدام مين؟ من طاي تي اتش اف تبقى بس تي اتش اف. ما بعد شوية إن طاي تي اتش اف هتخلص لا ما تخافش هجيب ميثيلين تي اتش اف بنزين اسمه متحفر يحول الميثيلين تي اتش اف للميثاي تي اتش اف. طب بعد شوية الميثيلين تي اتش اف هتخلص لا السيرين هيدروكسي ميثايل ترانسبريز والجلايسين بالجلايسين شيرين السيستم باستمرار يدوني ميثيلين تي اتش اف. بيقول لك باستمرار السيرين والجلايسين يدوا ميثيلين تي اتش اف بينزيم المتحفر يبقى عندي ميثايل تي اتش اف احول الكوبالامين لميثايل كوبالامين فاستخدم الميثايل كوبالامين في تحويل مين؟ هرمون السيرين الى ميثايل. ويقول السيرفر الانزيم اللي عمل الرياكشن ده يسمى ميثايونين سنتيز. ازاي سنتيز ده والميثايونين ده اسينشال وما ينفعش يصنع في الجسم؟ قال لك لما تصنعه انا عملت ريجنريشن للميثايونين. انا اكلت ميثايونين فقد الميثايل فاصبح هو ميثايل جاست حطيت الميثايل فرجعت الميثايونين مره اخرى. ودي السكه الاولى سكه الريجنريشن اوف الميثايل. تعالى السكه الثانيه. السكه الثانيه بقى هي سكه الترانس سالفوريشن رياكشن اللي بعمل فيها مين؟ سيستين. اصحى معايا الورق. اجيب هومو سيستين وافعله مع السيرين فاكر؟ وكنت ماشيين ميه بنزيد اسمه سيستاثيونين سيستين. كان محتاج كوينزايم فاكره؟ بيقول معايا برافو والبلاريس خليهم بلاريس المهم كده. عملت اهو سيستا فايونين. السيستا فايونين ده كنت بكسره بإضافة مية بينزل اسمه ايه؟ سيستا فايونين. عايز مين كوينزايم برضو؟ دي وكان بيخرج سيستاين ايوه ويبقى عندي وكان في التفاعل ده اللي اكشولي حصل ان بدلت كلمه هومو. الهومو سيستاين طلع من غير الهومو سيستاين والسيرين خد الهومو طلع هومو سيستاين. وسالتك سؤال ذكي لو عايز افولو اب كربونات الميثامين اللي هي زي كربونات الهومو سيستاين امشي يا فاشله مع السيستاين ولا مع الهومو سيستاين؟ لان السيستاين كربوناته جت من السيرين فهكمل مع الهومو سيستاين وده امينو اسيد وفيه اويتش فالبنزين اسمه دي هيدراتيز ويديني الفا كيتو بيوتري وده الفا كيتو اسيد زي ده الفا كيتو عامله حاجه اسمها اوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن رياكشن ويديني اللور ايسايل كوي اللي اسمه بروبيونايل كوي وده انا بعرف احوله لسبسينايل كوي اللي هو انترميديت ديكريبتن سايكل ثلاث نقط وبعض من فور ميثايلين از جلوكوز. ومش هعرف الباثوي دي عشان بس يثبت ان هو جلوكوجينيك هطلع منها امراض جامده جدا جدا. لكن قبل الامراض تعالى نشوف مع بعض كده ايه الامبورتنس اوف الميثايلين. لو قلت لك ايه وظيفه الميثايلين اول واهم وظيفه تصنيع مين؟ السام. وده الموست امبورتنت ميثايل دونر في جسمي وشغال ميثايل دونر لميني ميثايل اكسبتورز بحروف 4 ال سي ايجيبت. والسؤال ده تحفظي صعب مش بتنجحي ده عشان خاطر مصر ده عشان خاطر مصر. قول معايا اربعه نور ايبينفرين يبقى ايبينفرين نيكوتينيك اسيد ميثايل نيكوتينيك اسيد نيكوتينامايد ميثايل انت اسيتايل سيروتونين ميلاتونين كارنوزين ايثانولامين نوريدو اسيتيل وبيريدين. هل تحفظ ده عشان تنجح عشان خاطر مصر؟ يا حبيبتي يا مصر. وقلنا كمان ان الميثايلين يدخل في تصنيع مركبات تسمى اسبرمين واسبرمين ودول صفاتهم ان هم بولي امين يعني فيهم ميني او ماي نجوم معلوم من تشارج ايه؟ بوزي ويشوفوا بالتين ان ايه اللي عليه تشارج نيجاتيف يعملوا ستابيلايزيشن للتينين ويساعدوا على الديفيجن اوف سكالتشر سيرفيس. وبنا يا حبي دخلنا على ثلاثة ديسوردر الجنائية حاجة فاخر من الآخر.
انا قلت الديسوردر والناس بسم الله ما شاء الله مثل يوم ولا حد فيه حاجه. تعالى نجاحهم هما اتنين ديسوردرز في الاول كده حلوين شبه بعض. اول مرض سميناه هومو سيستينيوريا والتاني سميناه هايبر هومو سيستينيوريا. انا براجع عشان لو في اي نفس ظبطت فمش عايز بقى صوتها خالص. انا بظبط لك دماغ وذكي يركز في المراجعه دي هيثبت معلومات. الاثنين بقول نفس الفرق والاثنين الهومو سيستين ده بيزي. ليه؟ ما الهومو سيستين ده بيمشي في سكتين، يا اما سكه الريجنريشن اوف الفيتامين ادي سكه، يا اما سكه تصنيع السيستين ادي الثانيه. لو اي انا مش هعلق بصراحه، انا ما ينفعش اعلق، لو علقت هقعد اخلص خالص. فبقول ليه سكتين يمشي بيه، يا اما سكه الريجنريشن اوف الفيتامين يا اما سكه تصنيع السيستين. قفلت السكه دي او قفلت السكه دي مين هيزيد؟ الهوموسيستين. فالاثنين الهوموسيستين بيزيد في الدم فهسميه هايبر هوموسيستين. والاثنين الاثنين ممكن اثنين هوموسيستين يشبكوا مع بعض يبقى اسمه هوموسيستين. يروح نازل يورين هوموسيستينوريا في الاثنين في المرضين. يعني في الغالب الاثنين نفس الحاجه بس سيادتك انا سميت اسمين مختلفين. ليه؟ عشان ده كود وده كود. ابدا معايا. اول مرض اسمه هومو سيستينوريا. انا قفلت انزيم اسمه سيستا ثايونين سينتيز، يعني قفلت السكه اللي بتصنع مين؟ سيستاين. طب قفلتها ليه يا عم احمد؟ حاجه من اثنين، يا جيناتك ميوتيشن في الانزيم نفسه يا فيتامين ديفيشنسي. ايه الفيتامين اللي لو مش موجود بي ال بي اللي هو بي 6. المرض الثاني اسمه هايبر هوموسيستين، نقص انزيم اسمه ايه؟ ميثيونين سينثيز، يعني قفلت السكه اللي بتصنع ميثيونين. ايه اللي يخلي ميثيونين سينثيز نايز؟ جيناتيك ميوتيشن في الانزيم نفسه او ميوتيشن في اللي بيخدم عليه. مين بيخدم عليه؟ مرض او فيتامين ديفيشنسي. ايه الفيتامين اللي ناقصه يوقف ميثيونين سينثيز؟ بي 12 اللي هو الكوبالامين وكمان الفوليك اسيد اللي هو الدي اتش اف. طب افرق ما بين الاثنين ازاي؟ ما الاثنين الهوموسيستين بيزيد والاثنين ممكن ينزل يورين، يعني في هوموسيستينوريا. قال لك بحد السيستين، ركز معايا. لو انا هوموسيستينوريا وقفلت الانزيم ده اللي اسمه سيستا ثايونين سينتيز، مش انا قفلت السكه اللي بتصنع السيستين؟ يبقى السيستين اللي كان نون اسينشال سيصبح، يبقى في الهوموسيستينوريا السيستين ده ما بيصنعش وبالتالي اصبح ايه؟ اسينشال. في المرض الثاني اللي اسمه هايبر هوموسيستينيا، انا قفلت السكه دي سكه تصنيع الميثامين ودي شغاله زي ما هي، يعني السيستين ستيل نون اسينشال ولا بيكمز اسينشال؟ ستيل نون، ما القفله هنا، القفله في السكه دي شغاله زي ما هي. يبقى في الهايبر هوموسيستينيا السيستين بيتصنع وستيل نون اسينشال. طب تعالى التريتمنت، لو فيتامين ديفيشنسي هرزعه الفيتامين ولو جيناتك هعالجه بالاكل. لو انا هوموسيستينوريا والسبب بي 6 ديفيشنسي ارزعه مين؟ بي 6 يبقى ده كده. طب لو الكود جيناتيك اديله دايت ريتش ان لانه اصبح اسينشال وبور الميثيونين لان سكه الريجنريشن اوف الميثيونين هتزيد يبقى دايت ريتش ان سيستين وبور الميثيونين. طب لو المرض هايبر هوموسيستينيا ونقص في الانزيم ده اللي اسمه ميثيونين سيلفيز والكوز فيتامين ديفيشنسي هتزعه مين؟ بي 12 وفوليك اسيد. طب لو زاد الجينيتيك هديله دايت ريتش ان ميثيونين عشان قفلت السكه بتاع الريجنريشن اوف الميثيونين. سواء دي او دي الهوموسيستين زاد وده بيبوظ الكولاجين فيعمل مجموعه من الاعراض بحروف كلمه تابو. اول تي يعمل ترومبوزيس وترومبو امبوليك كومبليكيشن وكمان هايبر تيشن. والدي بيعمل ديسلوكيشن في الايرن والاو اوستيوبيروزيس والام ميتال ريتارديشن في الليل. المرض الثالث كان اسمه سيستا ثايونينوريا، نقص بالانزيم ده اللي اسمه سيستا ثايونيز اللي بيكسر السيستا ثايونين ويديني سيستاين، يعني انا قفلت برضه السكه بتاع تصنيع مين؟ السيستاين. طب ايه اللي يخلي السيستا ثايونيز مش موجود كالمعتاد؟ يا جيناتيك يا فيتامين ديفيشنسي. فاي ايه الفيتامين اللي يوقف السيستا ثايونيز؟ بي 6.
healthy nutrition feed in the zealous. Is sustained here, is still not essential, or becomes essential? Becomes essential. ولو عالج هذه دايت ريتش ان سيستين ومور ان 3 ولو الفيتامين ناقص ارجعوا مين؟ بيزيكس. فالاقي ان السيستا فايومينوريا كوبي وبيست من الهومو سيستينيوريا، بس سيادتك اسم الانزيم هو اللي متغير، لكن قفلت نفس السكه بلاك. خلصنا من الفيتامين ودخلنا على الفينايل الامين والتيروزين. يلا نظبطها برضه بالمره كده وركز معايا كده وظبط المعلومات بتاعتك. اتفقنا ان الفينايل الامين اس اسينشال وبيصنعك في الجسم، بينما التيروزين اس نان اسينشال بين بفور فروم الفينايل الامين باي هايدروكسيليشن. تعالى الباسوي دي ظبطها يا رمر. ادي الفينايل الامين اللي اتفقنا هو اسينشال، وعشان احوله الى تيروزين انا محتاج اعمل هايدروكسيليشن. ولو اعمل هيدروكسيليشن انا يا واد هضيف او اتش ولا او؟ هضيف او على اتش اوريدي موجود. هجيب الاو منين؟ هدخل كوانزيم شهير اسمه بي اتش 4 الفونيم تترا هايدرو بايوتين، وادخل معاها اودو اخد اتشتين من البي اتش 4 يخرج از بي اتش 2. الاتشتين دول مع وحده او تطلع مين؟ ميه. يبقى او احطها على اتش موجوده في البارا بوزيشن بتاع الفينايل الامين تبقى اتش، فحول فينايل الامين الى تيروزين اللي اسمه الثاني بارا هيدروكسي فينايل الامين، وفي او اتش عشان كده كانت ان تشارج بولر نتيجه الاو اتش. وكمان الاو اتش بتاعته بشبك فيها الفوسفيت، لما اجي اشبك فوسفيت في الانزيم ببروتين انزيم اسمه كاين. يبقى التيروزين في او اتش في البارا بوزيشن وسميته بارا هيدروكسي فينايل بايوتين، وكان الانزيم اللي بيعمل الرياكشن ده يسمى فينايل الامين هيدروكسيليز، وكان عشان البي اتش 2 ترجع بي اتش 4 بانزيم اسمه بي اتش 2 ريدكتيز واستخدام النات بي اتش بلس اتش. يبقى فعلا التيروزين نان اسينشال وصنعته من فينايل الامين باي هيدروكسيليز. طب الفينايل الامين والتيروزين جلوكو ولا كيتو ولا ميكس؟ ميكس. ليه؟ بيدوا فيوماريت وبيدوا اسيتو اسيتيك. تعال نشوف ازاي. لو سالتك ايه وظيفه الفينايل الامين تقول لي داخل بتصنيع البروتين، ورقم اثنين بيدي تيروزين. يعني كل الميتابوليز اوف الفينايل الامين بيبقى ان ذا فورم اوف ايه؟ تعالى نكمل مع التيروزين. التيروزين ده امينو اسيد وفيه امينو جروب، اروح مشغل عليه انزيم اسمه تيروزين ترانس امينيز، اروح شايل منه الامينو جروب واحول له كيتو اسيد اسمه بارا هيدروكسي فينايل بايروبيت. وفهمتك الاسم جه منين المره اللي فاتت. اروح مشغل انزيم اسمه بارا هيدروكسي فينايل بايروبيت هيدروكسيليز. فاكر كان بيدخل ايه؟ O2 ويطلع CO2، وكان عايز 2 كو انزيمز اللي هي بيعمل سيومين والكبر، ويحول البارا هيدروكسي فينايل بايروبيت الى هوموجينتيسي. كنت بكمل على هوموجينتيسي بنزيم اسمه هوموجينتيسي اوكسيديز، بيدخل O2. كان عايز فيتامين سي و الكو انزيمز الغايه في العمر، يديني مركب كان اسمه ملل اسيتو اسيتيك. الملل اسيتو اسيت ده بنزيم اسمه ايزومريز، كان عايز كو انزيم اسمه ايه؟ جلوتاثيون. يديني فيوماريل اسيتو اسيتيك. الخطوه الاخيره اروح اسمه نصين بنزيم اسمه هايدروليز، بيضيف ميه يديني حته اسمها فيوماريل، ده انترميديت في كريبس سايكل يعني ينفع يدي جلوكوز، وحته ثانيه اسمها اسيتو اسيتيت ودي كيتو باني. بقى عندي جلوكوز وبقى عندي كيتو باني، ثلاث نقط فوق بعض. ذيرفور الفينايل الانين والتيروزين ار ميكس، ادوا جلوكوز وادوا كيتو باني. وتلاقي الباسوري مش مهمه عشان بتدرس ان هم ميكس، لا خالص،
ده كل انزيم هينقص هيعمل مرض ومرض آتي الجاموس. يلا على الأمراض أهو. أول مرض غاية في الآبية بي تي يو. مفيش سيادتك مرض في الدنيا زي بي تي. أهم مرض في الباكينس كلها. سببه إيه؟ سبب نقص الإنزيم الأول اللي اسمه بيناين ألانين هايدروكسيد. ليه حاجتين؟ يا إما جينيتك ميوتيشن في الإنزيم نفسه، يا إما نقص في الكو إنزيم اللي اسمه بي اتش 4. لو الكود جينيتك ميوتيشن اسمها كلاسيك بي تي يو. لو الكود نقص بي اتش 4 اسمها ار كلاسيك. مين أكتر؟ ار كلاسيك. لأن الـ pH 4 required إنزيمات تانية غير الـ phenyl hydroxylase. لو بصيت الباسوري اللي لهيناها امبارح بتاع التيروجين هيدروكسيز هتلاقي بيعمل ديوبامين، وكمان ريكوايرد للكلوروفين هيدروكسيز اللي بيعمل سيروتونين. فلو نقص الـ pH 4 أنا وقفت كذا باسوري فالأعراض تبقى إيه؟ تبقى أفضل. يبقى الـ unclassic اللي سببها نقص الـ pH 4 أفضل من إيه؟ من الكلاسيك. طب ساعة الفشا إيه الأعراض؟ احنا مش اتفقنا هو بيحول فينايل ألانين لتيروزين، وهو رايس هو اي انزيم ينقص اللي بعده يقل واللي قبله يزيد، يعني مين قل ومين زاد؟ والاعراض هتبقى يا اما نتيجه زياده فينايل ألانين يا اما نتيجه نقص تيروزين. طب زاد فينايل ألانين ومش عارف اعمل بيه حاجه اكسره، احوله لفينايل بايولين وفينايل لاكتين وفينايل اسيتين وفينايل اسيتايل جلوتامين. كل دول ينزلوا فين؟ مين ريحته وحشه؟ ويدي اليورين ايه؟ ماوسي اوردر او ماستي اوردر وديكي بورد. كمان عشان الفينايل الانين زاد وزاد الابتيك بتاعه باي ذا برين فقل الابتيك وبالاذر امينو اسيد، فحصل من ترتربوتين ازا ايه؟ ودي ريفرسر ولا ار؟ كمان قل التيروزين وتبصلنا منه ميلانين، يبقى الميلانين قل. وكمان الميتابولايت وفي الفينايل الالانين عملت انهيبيشن لانزيم اسمه تيروزينيز اللي بيصنع ميلانين، وبالتالي هيحصل جنرالايز هايبو بيجمنتيشن. ساعات في الكيس يا جماعه بيسموها كده، بيسموها فير كومبليكشن. لو قريت في كيس كلمه فير كومبليكشن يعني طلع بهته طلع فتحه، لكن الفير كومبليكشن انا عايز فاتح بزياده فاتح قوي، لكن الفير كومبليكشن دي معناها في الاخر ايه؟ هايبو بيجمنتيشن. طب الديزيز ده تريتابل ولا مش تريتابل؟ تريتابل وايزي تو بي تريتد، وبيعمل سيادتك انفكت خطيره زي المنتال ريتارديشن. عشان كده بعمله حاجه اسمها نيونيتال ايه؟ سكريننج، بدور عليه في الاطفال حديثي الولاده واقيس الليفل اوف الانزايم او الليفل اوف الفينايل الانين. لو لقيت حد عنده بي كيو اقول له لا 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 ما ترضعش طبيعي، لا ده هنديله يعني اكل او بضاعه مخصصه. علاجه ايه؟ دايت ريتش ان تيروزين وبور، وابدا علاج امتى؟ من اول 7 ل 10 ايام من الحياه، واستمر حتى 8 سنوات وبيتر لايف لوك. ولو الكوز نقص بي اتش 4 ازود علاج بي اتش 4 كمان، وامنع تماما في الالانين. ما ينفعش ده اسينشال امينو اسيد، ولازم اعمل له فولو اب باستمرار واقيس الليفل وفي الفينايل الانين في الدم عشان اعرف بيتحسن ولا مش بيتحسن. ودخلنا بعد كده على مرض اسمه تايروجينيميا، في تايب 1 وفي تايب 2. تايب 1 نقص اخر انزيم اللي اسمه هيومن اسيتو اسيت هيدروليز، بيحصل له ايه؟ ليفر كيدني ديسفانكشن. كمان بعمل الجيليشن بروتين ايه وده يؤدي الى كانسر. طب تايب 2 نقص تاني انزيم اللي اسمه تيروزين ترانس امينيز، بيأثر على الايز وعلى السكين فيعمل كورنيال ايروجن وبالمو بلانتر كيراتوزيس. وقلت لك الاعراض مش مهمه قوي، اهم حاجه الانزيم اللي ناقص. التالت كان خرافه، مرض خرافه كان اسمه الكابتونوريا، نقص انزيم اسمه ايه؟ هوموجينتيزين اوكسيديز. واتفقنا لو نقص الهوموجينتيزين اوكسيديز يزيد اللي قبله اللي اسمه ايه؟ هوموجينتيزين. زاد في الدم نزل يورين، لما نزل في اليورين اليورين يحصل له ايه؟ داركن اون اكسبوجر تو ايه؟ اترصد من نيكتيف تيشو وكارديل، عمل كده اسمها اوكرونوزيس، وكمان اترصد جوينت عمل ايه؟ ارثرايتس.
طب ايه الديريفاتيف اوف التيروزين؟ ايه وظائف التيروزين؟ قال لك والله بعمل شكل مركبات مسمى كاتيكول امين اللي هما دوبامين ونور ابينفرين وابينفرين وكلهم شغالين نيورو ترانسميترز في سي ان. لو حبيت اكسره مين فاكر بينزل اسمه كنت اكسر الابينفرين يديني ميتا نفرين والنور ابينفرين يديني نور ميتا وفي الاخر يدوا مركب اسمه بي ام اي وظيفته ينزل يوريك. وعشان كده لو حد عنده كروموسايتوما تيوما من الادرينا نضلع اقسه ايه في اليورين الاقيه عالي كبير. كمان بصنع منه الثيرويد هرمون وده بيجي باي ايودينيشن باضافه اليود صناعه التشريح والتيمون. وصنع البيجمنت اللي اسمها ميلانين ودي دارك براون بيجمنت موجوده فين؟ هير وسكن وعيون. وبقول في مرض مرتبط بالميلانين يسمى البينيزم. الالبينيزم ده بيماتي وسبب نقص انزيم اسمه سايروجينيز وده اللي بيصنع الميلانين. يبقى عنده فوتوفوبيا يعني بليندنج اون اكسبوجر تو لايت وممكن لو اتعرض لشمس يجيله سكن بيرن وسكن ألسر وكمان سكن ايه؟ سكن كان. ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت حبيت اراجعه بالتفصيل عشان كانت حصه جامده قوي 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 بصراحه. اتمنى مع المراجعه الدنيا سيبت شويه. يلا ثالث اروماتيك امينو اسيد واحد من اهم الامينو اسيد اللي علينا تريب تو فان. هيا بينا نلعب. الشاطرين واحنا معاهم قال لك لازم اعرف الاستراكشر. يلا يا سيدي الاستراكشر هو التريبتوفان لو تفتكر كان شير كان اروماتيك وفي نفس الوقت هيبروسايتيك فاكر؟ عشان كان في رينج اسمها اندول رينج. كان في رينج اسمها ايه؟ اندول رينج. وشابك في الاندول سي اتش 2 CHNH2COOH. لو عايز ارقمه هقول دي الفا ودي بيتا ودي الاندول عباره عن تو رينج شابكين مع بعض. دي اسمها بنزين عشان كده حطيته مع الاروماتيك ودي اسمها بي رول عشان كده حطيته مع الهيدروسايكلينج. الاثنين شابكين مع بعض اسمهم ايه؟ اسمهم اندول. فلو حبيت اسميه الفا امينو بيتا اندول بروبيونيك اسمه كده الفا امينو بيتا اندول بروبيونيك وده اللي اسمه تريبتوفان شغال اروماتيك عشان فيه بنزين رينج وشغال هيتروسايكليك عشان فيه رينج اخرى مش بنزين تسمى بيرو. حاضر ده ارميخ او ارميخ حاضر انا حاضر. طب قاعد بس الاول البورد بشكلها حلو عايزه كله اسود ماشي كتبته ايه؟ بلاش اعمل خالص. نعم الفا امينو بيتا اندول بروبيوتيك. الفا امينو بيتا اندول بروبيوتيك. ابدا مع مين ابدا مع الدكتور. دكتور ازاي اللي احنا معاك اسالك هو التريبتوفان اسينشال ولا سيمي ولا نون سيمي؟ سيمي تعين يلاقي سيمي لما تاكله وداني كمان اسينشال. تعرفي تقولي امينو اسيد خدناه في اول حصه في الميتابوليزم بتاع امينو اسيد داخل في تصنيع التريبتوفان؟ مش فاكره؟ افتكر كويس. تايروزين تعيش اسينشال ما بيتصنعش. اسينشال ما بي اقول لغايه امتى؟ وكل مره تغلطوا يا جماعه. اسينشال معناها احلف على المصحف. شرحلي ايه طيب؟ اسينشال ما بيتصنع. يبقى اسينشال ما تقوليش مش فاكره ما بيتصنع. يبقى تريبتوفان اسينشال
وبالتالي لا يتم تصنيعه ذات الجسم. Essential for الصبح خلاص. خلص النقطة. الورقة ركز معايا بقى. طب تعالى نقول مع بعض. ماجد يقول هو يا واد يا ماجد يا بايظ يا فاشل. جلوكو ولا كيتو ولا ميكس؟ ميكس. دقيقة. ميكس. بعد دقيقة حاضر. كل الاروماتيك امينو اسيد ميكس. طب ليه وزاد؟ قال لك ميكس عشان بيديني الانين وده بيدي بايروفيت صح، والبايروفيت اعمل منها جلوكوز، وكمان عشان بيديني اسيتو اسيتيت، والاسيتو اسيتيت ده ايه؟ كيتوكوز. يبقى خلي بالك الفينايل الانين والتيروزين ميكس ليه؟ عشان ينال بيدوا الفيوماريت وبيدوا الاسيد واسيد، ده الفينايل الانين والتيروزين. لكن التريبتوفان ميكس ليه؟ عشان بيدي الانين وبيدي اسيد واسيد. طب ازاي؟ قال لك عن طريق باثوي كبيره بتاع صفحتين رياكشن. الحمد لله، الحمد لله مش علينا، الحمد لله. بس اعرف عنها اربع كلمات. الباثوي دي اسمها ذا ميجور باثوي اوف التريبتوفان ميتابوليزم، اسمها كده ميجور باثوي اوف التريبتوفان ميتابوليزم. مكتوب عندك عنها اربع كلمات. اول كلمه الميجور باثوي دي بتثبت لي ان التريبتوفان بيجيب الانين واسيد واسيد، يبقى الباثوي دي بتثبت انه ايه؟ انه ميكس. الكلمه الثانيه ثرو الباثوي دي التريبتوفان كان جيفن نياسين، وعلى فكره النياسين ده فيتامين بي 3، والباثوي دي محتاجه بي ال بي، يعني عشان تحصل وعشان التريبتوفان يدي نياسين انا محتاج مين؟ بي ال بي. الناس اللي في النص دول يا هغير مكانك يا بره قاعه على طول، ده كلام خالص خالص. فهمت يا يوسف؟ الكلمة الرابعة through الميجر باثوي التريبتوفان بيديني فورمال تي اتش اف. هو مين خدناها قبل كده واداني فورمال تي اتش اف؟ جلايكوسيد. يعني جلايسيد بينزل اسمه جلايسيد اوكسيد ادى جلايكوسيد. كنت بعملها اوكسيديت دي كربوكسيليشن تدي فورمال اللي بتدي فورمال تي اتش اف. انا عندي كمان اهو سيادتك التريبتوفان through the major pathway of its metabolism بيديني برضو فورم التجارة. يبقى الميجر باثوي مش عليا خطوات، اعرف عنها اربع كلمات. الكلمة الاولى ان through the major pathway دي التريبتوفان بيدي الانين وبيدي اسيد واسيد، يبقى انا اتاكدت فعلا ان هو ميكس. كمان الباثوي دي خلالها التريبتوفان بيدي نايس اللي هو فيتامين بي 3، وبتريكواير مين؟ بي ال بي اللي هو فيتامين بي 6، وكمان بتدي فورمال تي اتش اف، وده واحده من الون كاربون يونتس اللي عليا. تعالى بقى للمفيد، تعالى للاكيد، تعالى لسؤال نظري غايه في الاهميه. الفانكشن اوف التريبتوفان او ايه الامبورتنت اوف التريبتوفان، او ساعات يقول لك ايه الدريفاتيف المشتقات بتاع التريبتوفان. يلا نبدا رحلتنا، الكلام غايه في الاهميه وصدقني غايه في الامتاع. يلا بينا. Derivatives of التريبتوفان. اول مركب اصنعه من التريبتوفان هو نياسين. والنياسين باي ذا واي ذا فيتامين بي 3. اسميه نياسين صح. او اسميه نيكوتينيك اسيد برضه صح. او بسميه نيكوتيناميد برضه، كل ده كل ده صح. والنياسين بيصنع ازاي التريبتوفان؟ through the major pathway of tryptophan metabolism. الميجر pathway اللي مش خدناها دي ومش علينا، through the major pathway التريبتوفان بيتحول مين؟ بيتحول لنياسين. طب تعالى نشوف ازاي. بجيب التريبتوفان اهو، ركز معايا قوي، واروح محوله لنياسين. وعشان التريبتوفان يتحول لنياسين انا محتاج كوينزايم اكيد هيبقى اسمه بي ال بي، وده الاكتو فورم وفيتامين بي 6. حد يقول لي دكتور انا مش مقتنع بالكلام ده. قلت له ليه؟ قال لي دكتور مش انت قلت لي قبل كده كذا مره ان الفيتامين ده ما ينفعش يتصنع في جسمي؟
انا الدكتور ده صنعته ما التريبتوفان اهو صنعت منه معايا سنتيزي. قلت له ما التريبتوفان ده اسينشال يعني لازم ايه اكله من بره. انت عارف لو التريبتوفان ده موجود في جسمي وبيتصنع في جسمي في النايسن ده ما يبقاش فايت، لان التريبتوفان اسينشال فلازم ايه اكله من بره. كان التريبتوفان هو البريكيرسر بتاع النايسن. عارف زي ايه؟ فاكر الكاروتينويد؟ مش كنت باكلها اعمل منها فيتامين ايه وستيل فيتامين. يبقى انا بعتبر التريبتوفان ده عشان هو اسينشال هو البريكيرسر بتاع ايه بتاع النايسن. فالنايسن ده انت عايزه بايه؟ لا ده مهم. النايسن ده بنصنع منه كو انزيمز مهمه، بنصنع منه الناد وبنصنع منه الناد بي، ودول شغلتهم ان هم هيدروجين كارير. الناد بي تشيل اتش 2 يبقى اسمها ناد اتش بلس اتش. الناد بي تشيل اتش 2 اسمه ايه؟ ناد بي اتش بلس اتش. ده حتى الناد الفولين بتاعها نيكوتينامايد ادينين داينيوكليوتايد. الناد بي نيكوتينامايد ادينين تراي نيوكليوتايد فوسفيت، يعني هما فيهم نيكوتينامايد. النيكوتينامايد هو فيتامين بي 3. وعلى فكره لو انت ما اكلتش فيتامين بي 3 الديفيشنسي بتاعه بيعمل مرض يسمى بيلاجرا. مرض اسمه ايه؟ هناخده في الفيتامين بالتفصيل. ساعات بوصفه اقول هو ديزيز اوف 3 ديز. الديزيز اوف 3 ديز بيعمل دايريا يعني اسهال، وبيعمل درماتايتس يعني ايه درماتايتس؟ التهاب في الجلد. وبيعمل حاجه عندكم كلكم بسم الله ما شاء الله ديمنشيا فقدان ذاكره موجود ازاي يا شباب. مره كنت قاعد في الاورال ايام زمان بقى ايام ما كنت في اورال، فبسال الولاد يا واد فيتامين بي 3 ينقص يعمل ايه؟ ولا عارف. طب يعمل بلاجرا مش عارف. طب هي بلاجرا دي الديزيز اوف 3 ديز. قال لي دايبيتس ميليتس. قلت له خد فرق يعني احاول اساعد. هو مش عارف دي غير دايبيتس ميليتس، مش عارف حاجه ثانيه خالص في الدنيا. فخلاص بقى هعمل لك ايه؟ هو ديزيز اوف 3 ديز يعمل دايريا ويعمل ديرماتيتس ويعمل كمان ايه؟ دي انشاء. طب واحد دماغه شغاله يقول لي لو قلت لك يا محمد البلاجرا ده مش نتيجه نقص فيتامين بي 3؟ هتقول لك السيدين واي بي 6 ديفيشنسي كوزز بلاجرا. هو مش تحويل التريبتوفان لنايسين عايز بي 6. فحتى لو بي 6 ناقص يحصل بلاجرا. هو البلاجرا ده اساسه نقص بي 3 بس البي 6 انا محتاجه عشان احول التريبتوفان لنايسين. فلو بي 6 مش موجود ما اقدرش اكون النايسين فبرضه يحصل بلاجرا. امال كان بي 6 ديفيشنسي يعمل كونفرجن ليه؟ عشان الجابا. كنت خدنا كام حاجه على بي 6؟ كان سعاده الباشا البي 6 مهم للانزيم اللي بيبيع فول واسمه ايه؟ جاد. كان بيحول الجلوتامين لجابا. فلو نقص البي 6 الجابا يقل كونفرجن. وهنا لو نقص البي 6 النايسين يقل برضه يحصل بلاجرا. يبقى نقص البي 6 يعمل كونفرجن عشان نقص الجاز، ونقص البي 6 يعمل بلاجرا عشان نقص مين؟ انرجي. شوف لما ناخد حاجات على البي 6 قد ايه عشان تساعد انا في الفيتامين ان شاء الله. يبقى اول بريفاتيف بيجي من التريبتوفان سميناه نايسين اللي هو فيتامين بي 3. لو قلت عليه نيكوتينيك اسيد صح، قلت عليه نيكوتينامايد برضه صح. هو النايسين ده بيجي من التريبتوفان ازاي؟ في الميجر باثوي اوف تريبتوفان ميتابوليزم، ومحتاج جي ال بي اللي هو فيتامين بي 6. النايسين بعمل بي ناد وبعمل بي ناد بي، ودول شغلتهم ان هم هايدروجين ايه؟ هايدروجين كاري. نقص النايسين مرض اسمه بيلاجرا ديزيز اوف 3 دي دايريا ودرماتيتس ودمنشيا. لو نقص بي 6 كمان يحصل بيلاجرا. لو نقص بي 6 مش هقدر احول تريبتوفان الى نايسين. تعالى الدريفاتيف الثاني ده سهل وبسيط اسمه فورميل تي اتش اف. ازاي التريبتوفان بيعمل فورميل تي اتش اف ثرو الميجور باثواي اوف هيت ميتابول. والفورميل تي اتش اف واحد من الوان كاربون يونت، وهناخده بالتفصيل ان شاء الله لما ناخد الفوليك اسيد. تعالى بقى للمفيد والاكيد، كلام حلو بقى قوي 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 قوي. ثالث ديريفاتيف من التريبتوفان يسمى سيروتونين. ومحدش يقول لي بروتونيد،
ايام زمان بتحصل قوي سنين بس مش سيروتونين. اولا بيسموه هرمون اوف هابينس. الله محتاجين كتير منه. عشان كده على فكره بيحطوه في الشوكليت يا جماعه، بيحطوه في الشوكولاته. ولو انت واعي كده وبتاع ومصاحب بنويت شويه وبتاع، هتلاقي في ارتباط فظيع ما بين اي بنوته والشوكولاته. اه والله العظيم يعني عشق. قال لك كده عشق. البنت بتتضايق تاكل شوكولاته، تزعل تاكل شوكولاته، متوتره تاكل شوكولاته، بتذاكر اي حاجه على طول. مش بيحصل يا بنتي؟ اه والله. ليه بقى؟ الشوكولاته بيحطوا فيها كميه كبيره من الجلوكوز. ليه؟ بتخليها طويله. فعشان كده لو انت حبيبه شغل يعني الطريه احسن من ناشفه، فيها تريبتوفان اكتر، فبيخلي الشوكولاته طريه. الحاجه الثانيه سيادتك بيتحول في الجسم لايه؟ سيروتونين. وسيروتونين فين؟ الهابينس. فتبقى مبسوطه بقى والمود ينثبت بقى وبتاع. عايز تكسب قلب اي بنت 5 6 كيلو شوكولاته. يا سلام، انت كده وصلت خلاص، انت كده خلاص بقيت عمال تاكل. طبعا لبنات احنا مش فارق معانا الكلام ده، شوكولاته مين يابا؟ هناخد من بابا 1000 جنيه 2000 جنيه كده خلاص بقى عزام كل بقى شوكولاته. ما احنا شوكولاته يا ابني. خد 5 6000 كده ولا بتاع حاطط كده تبقى مبسوط، لكن شوكولاته بتاع بنات احنا بتاع الكلام ده. فهو الهرمون اوف الهابينس. طب ايه الكيمستري بتاعه؟ قال لك يسمى 5 هيدروكسي تريبتامين. ده الكيمستري بتاعه يا جماعه، 5 هيدروكسي تريبتامين. ركز معايا. طب السيمتوسين بيطلع منين؟ بيطلع من السي ان اس، من السنترال نيرفس سيستم في البرين وفي النيرفس تيشن، لانها نيورو ترانسميتر. وبيطلع من البليتلت، زود البليتلت عندك. وكمان بيطلع من خلايا انت عارفها وخدتها في الاستروجي اسمها ارجنتافين سيل اوف جي اي دي. عبود على الحدود، وهي دي عبود على الحدود. عبود سيل، لا خدتوها عبود سيل، خدتوها في الاستروجي. كانوا واخدينها الصبح، ازاي ما خدوها الصبح وانتوا ما خدتوهاش يعني؟ كانوا في الكليه عندكم يقول لك مرقنا عليا، يعني هو مرق، هي عدت عليا بس ما درسناش بالتفصيل. فالشاطرين هم اللي مرقوا مرقنا عليا. فموجوده في السي ان اس والبليتلت والارجنتافين سيل اوف جي اي دي. وظيفته ايه؟ بيعمل فازو كونستريكشن وسموث ماسل كونستريكشن. كمان شغال نيورو ترانسميتر. وزود كمان وظيفة، هو ميدياتور فور البليتلت اجريجيشن، بيساعد على البليتلت اجريجيشن. يبقى هو شغال فازو كونستريكتور، وشغال سموث ماسل كونستريكشن، وكمان نيورو ترانسميتر. هزود واحدة، ميدياتور فور ايه؟ فور البليتلت اجريجيشن. عشان كده ساعات بيحصل سيادتك مرض اسمه ارجنتافينوما. يعني اوما ورق فاتن انسولينوما. فلو في ارجنتافينوما وقتها بيزيد تصنيع السيروتونين. الارجنتافين سيل سيادتك ايه؟ هي اللي بتصنع السيروتونين في الجسم. طب تعالى نشوف ازاي بنصنع من التريبتوفان سيروتونين. ادي التريبتوفان هيشتغل عليه سيادتك بنزيم اسمه تريبتوفان هيدروكسيليز. احنا قلنا امبارح لو اعمل هيدروكسيليشن انا اضيف او اتش ولا اضيف او؟ او على اتش اوريدي موجود. اكيد منين الاو؟ بنفس الطريقه. فاكر ادخل بي اتش 4 او 2 ركز معايا، واطلع بي اتش 2 وكمان ميه، واحط الاو على رقم 5 في التريبتوفان، فيبقى عندي 5 هيدروكسي تريبتوفان. يبقى حولت التريبتوفان ل 5 هيدروكسي تريبتوفان. والانزيم اسمه تريبتوفان هيدروكسيليز. وكان معتاد عشان بي اتش 2 ترجع بي اتش 4، انا عايز نال بي اتش ما فيش. كان بنزين اسمه بي اتش 2 ايه؟ يبقى انا عايز البي اتش 4 هنا برضو
للتريبتوفان هيدروكسيز. خلي بالك كل الاروماتيك امينو اسيد هيدروكسيليز عايزه بي اتش 4. كان الفينايل الالين هيدروكسيز عايز بي اتش 4. التيروزين هيدروكسيليز عايز بي اتش 4. وهنا برضه التريبتوفان هيدروكسيليز عايز بي اتش 4 وحول التريبتوفان الى 5 هيدروكسي تريبتوفان. يجي انزيم اسمه دي كاربوكسيليز ومن اسمه بيشيل ايه؟ بيشيل CO2 ويحول ال 5 هيدروكسي تريبتوفان الى 5 هيدروكسي تريبتامين وهو الذي يسمى سيروتونين. عايز برضه افهمك حاجه، دايما لما بعمل دي كاربوكسيليشن الامينو اسيد بيطلع حاجه اسمها برايمري انيل. لما بعمل دي كاربوكسيليشن الامينو اسيد بيطلع حاجه اسمها ايه؟ برايمري انيل. ولما عملت دي كاربوكسيليشن السيستين طلع ثايو ايثانول امين. ما امين اهو. لما بعمل دي كاربوكسيليشن للتريبتوفان يبقى اسمه تريبتا مين. الفايف هيدروكسي تريبتوفان يبقى فايف هيدروكسي تريبتا مين. دايما الدي كاربوكسيليشن يديني حاجه اسمها ايه؟ برايمر امين. هيبقى الامينو اسيد اخره حاجه اسمها امين. ودايما الدي كاربوكسيليشن اوف الامينو اسيد بيريكواير بي ال بي. دايما كده لو تتريجر الجلوتامين دي كاربوكسيليز اللي بيحول جلوتامين لجاب عايز بي ال بي. فهذا الدي كاربوكسيليز اللي بيحول الفايف هيدروكسي تريبتوفان الى 5 هيدروكسي تريبتامين محتاج ايه؟ بي ال بي. وال 5 هيدروكسي تريبتامين اسمه الثاني مين؟ سيروتونين. كونت سيروتونين واشتغل فازو كونستريكتور وسموث ماسل كونستريكشن وكمان اشتغل نيرو ترانسميتر واشتغل بيهيفير فور بليت ابليكيشن. محتاج اكسره. اكسره ازاي؟ انا بيتكسر بينزيم اسمه ماو. ماو اسمه كده ماو مونو امين اوكسيد. اسمه ايه؟ ماو مونو امين اوكسيد. يتحول الى 5 هايا مش هايبر لايت. هايبر دي مش وقتها خالص. 5 هايا هايا هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد. لا مش هايا في الكورس يا جماعه برضه. لا هايا ثانيه بقى. 5 هايا هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد. هايا دي مصيرها ايه؟ تنزل في اليورين. تنزل فين؟ في اليورين. عشان كده لو قلت لك الاند برودكت وفي الكاتابوليزم اوف السيروتونين تقول لي ايه؟ تقول لي هايا. هما الاند برودكت وفي الكاتابوليزم وفي الكاتيكولامين دي ام اي. عشان كده سؤال حلو. قال لك لو في ارجنتافينوما، لو في ارجنتافينوما يعني تيومر في الارجنتافين سيل وعايز اشخصها اقيس ايه الدم؟ لا لا سيروتونين. دي ايه اللي جابه هنا؟ الارجنتافينوما دي بتطلع ايه؟ سيروتونين. فلو هقيس في الدم هقيس ايه؟ سيروتونين الاقي عالي. طب لو هقيس في اليورين هقيس مين؟ هايا الاقي عالي. فهمت ازاي؟ تاني عايز اشخص ارجنتافينوما، هو الارجنتافين سيل دي بتصنع ايه؟ سيروتونين. لو عايز اشخصها في الدم اقيس سيروتونين الاقيها عالي في الدم، وفي اليورين اقيس هايا الاقيها عاليه في اليورين. زي الكاتيكولامين لو عايز اشخص فيوكروموسايتوما اقيس ايه في الدم؟ الكاتيكولامين عاليه في الدم. اقيس ايه في اليورين؟ الفي ام اي. يعني انت في الدم دايما بتقيس الحاجه الفعاله، لكن في اليورين بتقيس مين؟ الاند برودكت. مره كمان اصحى معايا لو عايز كده اكتبها. لو عايز اشخص فيوكروموسايتوما في الدم اقيس ايه؟ يا فيوكروموسايتوما الله يحرقك. في ليه معايا؟ هكتبها والله انا كاتبها. ما انتوا ما ينفعش معاكم حاجه. فيوكروموسايتوما في البلاد اقيس مين؟ كاتيكولامين. في اليورين اقيس ايه؟ بسم الله ما شاء الله ظبطوا اخيرا. لما كتبت على البورد من غير بورد ما فيش حد بيظبط خالص. طيب لو في ارجنتافينوما اسمه ايه؟ في البلاد هنقيس سيروتون، وفي اليورين نقيس مين؟ هاي 5 هاي.
الاثنين اوراق وعايز شخص لو في فيو كروموسيتوما ده ورم في الادرينال مضله. ده هقيس بالدم كانت الكولامين ده ليه عادي، وهقيس باليورين دي ام اي عادي. في الارجنتافينوما ده ورم في الارجنتافين سيل عايز شخص في الدم اقيس سيروتونين ده ليه عادي، في اليورين اقيس ايه هاير الاقيه برضه عادي. طب سؤال يجاوبه يبقى جينيس ويجاوبه الصبح بقى يعني. لو تلاقي الاستنتاج هو الارجنتافينوما باللابرا مي اوكير الله عليك يا نواف يا جامد، اول مره يجاوب معانا اهو جواب سؤال ايه جاوب سؤال صاروخ. برافو عليك فهمتوا ايه يا نواف، برافو عليك. بص يا حب التريبتوفان ليه سكتين يمشي فيه، التريبتوفان ليه سكتين يمشي فيه. اول سكه هي الميجور باثوي اوف التريبتوفان ميتابوليزم، دي يا هلال ركز الله يحرقك بتصنع الماكس. السكه الثانيه هي السكه بتاع تصنيع مين السيروتونين، ففي خناقه على التريبتوفان. الميجور باثوي عايز ياخده عشان يعمل ايه ماكس، والابيتامين سيل عايز ياخده عشان يطلع ايه السيروتونين. لو حصل ارجنتافينوما يعني ورم في الارجنتافين سيل يعني زادت في الحجم، يبقى هي هتشفط كل التريبتوفان عشان تصنع منه ايه السيروتونين. فنو تريبتوفان از افيلابل عشان اصنع منه النايسين، فتصنيع النايسين يقل فيحصل ايه باللبن. حد فاهم حاجه؟ بقول ايه، انا بقول التريبتوفان اللي في الدم عليه خناقه، الميجور باثوي عايز ياخده عشان يعمل فيه ايه نايسين، والارجنتافين سيل عايزه تاخده عشان تعمل فيه ايه سيروتونين. انا بقول لك حصل ورم في الارجنتافين سيل يعني اتضخمت، يبقى هتسحب كل ايه التريبتوفان وتعمله سيروتون، يبقى مفيش تريبتوفان في الدم افيلابل عشان اعمل النايسين، فالنايسين مش هيتصنع ويحصل باللجرة. اكتب السؤال ده يا جماعه جاي في الامتحان، يعني جاي في الامتحان مكتوب عندك ومتجاوب السؤال. اكتب ليه واي الارجنتافينوما باللجرة مي اوكير. هقول ان الارجنتافينوما ان كيسز اوف ارجنتافينوما اول تريبتوفان از شيفتد تو، مكتوب انه متجاوب مكتوب الصفحه اللي بعدها ما هو لا ولا اخر سطر مكتوب ولا بعدها اخر سطر مكتوب. هو كلمه ارجنتافينوما هي كارسينيل تيومر، هي هي الكارسينيل تيومر هي الارجنتافينوما. لو في تيومر في الارجنتافين سيل يا اما اسميه ارجنتافينوما صح يا اما اسميه كارسينيل تيومر صح. مكتوب عندك باسم كارسينيل تيومر، ليه في كارسينيل تيومر بيحصل باللجنه؟ انت بتقول ايه ارجنتافينوما عشان كده فاكر برضه. قول تريبتوفان شيفتد توورد فورميشن اوف سيروتونين، فنو تريبتوفان افيلابل فور نايسن فورميشن، وبالتالي يحصل ايه سيادتك؟ يحصل باللجنه. وانا كمان انا بتكلم يس نعم فيتامين بي 6 7 بلاك ما بناخدها بس كل ثاني ماشي بس لا ما بتعرفش تقول هو بي 6 ما بتعرفش تقول عشان خاطر دي اللي مش قوي ازاي هيك انا ما حدش بيتكلم فيها يعني. نقول ثاني يلا نقول ثاني يلا ايه البريفاتيف اوف تريبتوفان رقم واحد قلت ايه؟ نايسين. والنايسين بيجي من التريبتوفان ثرو الميجر باثوي ومحتاج جيني، والنايسين بعمل بي ناد وبعمل بي ناد بي، ونقص النايسين غلط اسمه اسمع باللاجرا ديزيز اوف 3 ديز دايريا ودرماتيتس وديمنشا. تاني دريفاتيف اسمه فورمال تي اتش اف وده واحد من الوان كاربونيت. التالت غايه في الاهميه يسمى سيروتونين، سمينا ده هرمون اوف هابينس. والكيمستري اتفقنا 5 هيدروكسي تريبتامين، والمعاي بيتصنع فين؟ في السي ان اس وكمان في البليتين وفي خليه تسمى ارجنتافين سيل او عفوت سيل اوف جيرتي. ايه الاكشن اوف استرودونين؟ فازو كونستريكشن وكمان سبورت ماسل كونتراكشن ونيورو ترانسميتر وميديتور فور بليت اجريشن. صنعته ازاي؟ جبت التريبتوفان والمعاي يلا بيزيد اسمه تريبتوفان هاي
group says they have 30 years support. In Delhi, 5 hydroxy drip to bed. They in Zimis Mudi carboxylate, in Delhi, 5 hydroxy drip tamine in Lesmo, Trudur. Lerais Atasaru, in Zimismo, Mel, Moon, Amin, Oxys. In how the Murakab is mobile, higher. Masiru is a fail, period. ساعات الباشا لو في ارجنتا فينوما او اسمها الثاني كارسينويد تيومر يعني تيومر في الارجنتا فين سيل وعايز اتخصى عايز ايه في الدم ثروتون عايز ايه في اليورين باي باي ليه لو في ارجنتا فينوما بيحصل في اللاجرا او تريبتوفان شيفت توورد ثروتون سينثيسيس وبالتالي نو تريبتوفان افيلابل فور نايس سينثيسيس فيقل النياسين وبالتالي يحصل مين في اللاجرا وده يا حبي ثالث ديريفاتيف من التريبتوفان سميناه سيروتون تعال بقى للرابع وده قصته قصه الرابع يسمى ميلاتونين وما حدش يقول لي ميلاتونين لا اسمه ميلاتونين وبص قبل ما قلت كلمه عشان عارفك وحاصل في فرق السماء بالعرق فرق السماء من العرق ما بين الميلانين والميلاتونين الميلانين يا فايز يا فاشل في بيجن موجوده في الهير والسكين والايرس وبصنعه من التايروزين ميلاتونين ده نيورو ترانسميتر بيتصنع من التريبتوفان لو شفت حد غلطان فيها هخنقه وادخل في السجن الميلانين عادي في عينك عادي 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 في السجن ولا عادي في ولا عادي في الميلانين ده بيجمنت ويتصنع من ايه؟ من التيروزين لكن الميلاتونين ده نيورو ترانسميتر وبيتصنع من ايه؟ من التريبتوفان دونت ميكس لو هتكلم عنه السنتسيس بيتصنع من ايه؟ من البينيال بادي اللي اسمه الجسم الثنوبري ده موجود في اي غابه اي غابه ثنوبري ده في اي غابه ده غابه ايه يا بايز في البرين في البرين في جسم يسمى الجسم الثنوبري موجود على الثنوبري يعني يا بايز ده على فكره يعد احد الغاز الطب الجسم الثنوبري فظيع ممكن تقرا فيه كله الغاز لغايه دلوقتي بيطلع مواد مش عارفين بتعمل ايه ولا عارفين وظيفته ايه وكل ما نكتشف حاجه بيعملها بالنسبه لي كده فظيع يعني اقرا عنه كده لو انت فاضي حاجه بس دلوقتي يعني ايه ده وانت فاضي الجسم الثنوبري اسمه باينيال بادي فهو بيطلع سيادتك من الباينيال بادي اسمه ميلاتون وظيفته ايه قال لك وظيفته بينيفيت المود الله انا حبيت التريبتوفان والله بيدي هرمون اوف هابينس ويدي ميلاتونين اللي بيزود الله ايه جمال ده يا جمال التريبتوفان وحلاوته والله قال لك السكريشن بتاعه بيزيد وقت الدارك تايم وبيقل وقت الدي تايم وبالتالي بيبروموت السليب بيساعد على النوم بينيشيت السليب بيقول لك وجعلنا الليله لباسا وجعلنا النهار معاشا يعني الليل ده عشان تنام بتلعب بلاي ستيشن يا بابا والنهارده عشان تذاكر وتشتغل ربنا خلقنا كده ناس صح بيقول لك بيبقى في نيرف كده موصل ما بين الباينيال بادي وبين الريتلا اول سيادتك ما الضوء كده يبقى خافف كده والدنيا تلين يطلع ايه امبلس البنيضه طلع ميلاتونين فيزيد الميلاتونين المود يحلو كده وتتهيأ في جو ايه النوم تهدى بقى كده وايه ونوم اول سيادتك ما النهار يطلع والشمس تطلع يطلع بقى ريسبتور برضه في الريترا تشوف الضوء تروح بعد نيرف امبلس لا خلاص بقى ايه وقفي بقى خلاص وقفي خلاص النهار جه فيقل افراز الميلاتونين وبالتالي سيادتك ايه تصحى بقى من النوم وتشوف نومك عشان كده حتى اللي عايز يدوس بالنوم ويطول يشد الستاره ليه يشد الستاره؟
حتى لو النور بيصرف هيصحيه. فانت ضاغط من الاوضه تماما تنام قوي. ليه؟ عشان ميلاتون لسه ايه؟ لسه شغال. الحاجه المهمه قوي، ركز معايا ركز معايا، مسؤول كمان عن حاجه اسمها فيسيولوجيكال كلوك. عارف يعني ايه فيسيولوجيكال كلوك؟ او البيولوجيكال كلوك، الساعه البيولوجيه. معنى ايه؟ بمعنى انت اليومين دول وفي ايام صعبه انا عارف، وفي واحد مفتري ينزلك كل يوم كل يوم، يا اما 6 ونص يا اما مش عارف 10 ونص، فبص مفتري انت الله يسامحك على الموضوع. فاول ما تخلص كده الديون بقى مفيش معنى خلاص، ليه اصحى الساعه 4 ونص؟ انا خلاص خلصت. هتلاقي 3-4 ايام بعد الموديول ما خلص في ميعاد صحيح 4 بالظبط يقول يا جماعه ليه؟ خلصت عايز انام بقى، عايز اخد راحتي بقى. مفيش. تقعد 4-5 ايام بالطريقه دي، طب ايه؟ ما تشيلش على السيستم الجديد. مش بتحصل؟ والله بتحصل. ده ساعات في وسط ايامنا بتيجي يوم الجمعه اللي هو بكره، ليه ما بتصحيش بدري؟ يا جماعه جمعه بقى عايش حياتك. فمسؤول عن بينظم ساعات نومك للبلاتون. كمان مسؤول عن حاجه اسمها جيت لاج. حد يعرف يعني ايه الجيت لاج؟ لو الجيت لاج ده انت لو سافرت مثلا بلد ثانيه فيها فرق توقيت كبير، 6-8-9 ساعات، تقعد اول 4 ايام مش عارف تنام ولا عامل لك ليل بالنهار. انت كنت متعود على سيستم ورحت في سيستم تاني، تبدا ايه؟ لغايه ما تتعود عليه. كل ده مسؤول عنه ايه؟ الميلاتونين. طب سؤال كمان، مين فيكم ليه اخ اكبر منه؟ اسمه ايه؟ ايه؟ عبد الرحمن غير مثلا اكيد محترم. غير مثلا يعني اكيد. طب لو عبد الرحمن نتجوز فما ينفعش محترم، ما ينفعش. او خاطر ما ينفعش، عمل ست والله العظيم. وعايز ياخد كده المدام كده في مكان رومانسي وشاعين، هيروح فين؟ غير المسجد يعني طبعا. قال لك اي مكان رومانسي او في البيت ممكن بقى بلاش من اللي يطلعوا بره. قال لك عشان اي حد يعمل جو رومانسي يسافر يجيب شمعتين كده ويطفي النور وبتاع. عمرك ما فهمت ليه؟ ايه سر اضواء الشموع مع جو رومانسي؟ رومانسيه يبقى شمعتين، اشمعنى يعني؟ ما لازم تفكر سيادتك. قال لك عشان عبد الرحمن، انا بس عبد الرحمن ده عشان ما اضربش. اي حد سيادتك كده قاعد والنور طافي والشموع شغاله والضوء خافت سيادتك، يبدا الدارك سيدي فالبينيال بارد يشتغل فيطلع ايه؟ الميلاتونين، ويعلي مود. وعبد الرحمن يقول احلى كلام. عرفت السر؟ انت قاعد وفاهم اللي بيحصل. طبعا. لا بصي 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 بقى النور تافه اهو، شايفه الشمعتين دول؟ ده نور خافت. بصي ده حطيت عليه، عرفت مع الميلاتونين اهو، طلع ميلاتونين. طلع ايوه حتى في اللحظات دي بتشغل مركزي. انت فاهم ايه اللي بيحصل؟ يعلي صوت كده. في شهر 7 اللي فات كنت في نيويورك، هناك الصيدليات غير عندنا خالص يعني. الصيدليه هناك شوبينج سنتر، حاجه كبيره قوي كده يعني. وفي ادويه كتير اسمها اون كاونتر او اون شيلف، يعني انت لو تاخد صيدليه بتاخد باسكت كده وتقعد ماشي على كده على الشيلف وتحط الباسكت. والله العظيم موضوع كده. الادويه بس اللي هي لازم شته وبتاع في جنب لوحدها كده مع الدكتور يعني. فانا دخلت كده بجيب حاجات، لقيت ايه؟ علبه كده مكتوب عليها ميلاتون. جبت 5. كل يوم اضرب واحده سيادتك. في نام وتقوم الغزاله رايقه والموت متربط، واجي هنا اقعد اقلش عليك وانت تتضايق مني وحاجه زي الفل. ميلاتون عشان فعلا ما تروح. انت ساعات تقوم من النوم كده الغزاله رايقه كده وبتاع، طلع ميلاتون كويس. ساعات مش طايق بيتكلمش انت جاي كرسي يقول لك سلام عليكم عايز تخانق فيه. ميلاتون فميلاتون بيساعدك يظبط المود وشغال كمان انتي اوكسيدنت، يعني بيشيل الاوكسيدايزنج ايجنت، حاجه كده يعني مش مجرد طلع سحر يعني. فمره كمان الميلاتون نيورو ترانسميتر وبيصنع الانتروبان. وصلت خلاص يلا خلاص يلا. بيزود المود، بيزيد وقت الدار وبيقل وقت الدي تايم،
وشغال انتي اوبشن وشغال انتي ديبريسنت. عارفين يعني ايه انتي ديبريسنت؟ مضاد للاكتئاب. ده ايه الجمال ده؟ انا هعمل مزيكا عشان اسال اللي عندي اللي عايز يقول حاجه زي الفل يعني حاجه بسم الله ما شاء الله ما يتسابش. طب بنصنعه ازاي؟ من التريبتوفان. بص معايا، عشان احول السيروتونين لميلاتونين اعمل خطوتين. الخطوه الاولى اعمل اسيتايليشن، يعني اضيف ايه؟ اسيتايل. فاحول السيروتونين الى ان اسيتايل سيروتونين. احول السيروتونين الى ايه؟ ان اسيتايل سيروتونين. I think انت عارف ازاي بنحول ان اسيتايل سيروتونين الى ميلاتونين. يدخل سام ويطلع ساح واحط ميتايل فيبقى ميلاتونين. يبقى هما خطوتين، جاست خطوتين لتحويل سيروتونين الى ميلاتونين. لو سالك ازاي من السيروتونين نعمل ميلاتونين تقول له باي اسيتايليشن ذن باي ميتايليشن. عملت اسيتايليشن فحولت السيروتونين الى ان اسيتايل سيروتونين، وعملت ميتايليشن فحولته الى ميلاتونين. يبقى ازاي بنصنع ميلاتونين من السيروتونين بخطوتين؟ اسيتايليشن ذن ميتايليشن. وخلي بالك السيروتونين ده نيورو ترانسميتر، وكمان الميلاتونين نيورو ترانسميتر. الشيء بالشيء يذكر، في برضه نيورو ترانسميتر اخر يصنع من التريبتوفان مش منها بره منها، يسمى دي ام تي. حد سمع عنه؟ انت عارفين لازم حد اتفرج على فيلم ده او قرا الروايه؟ اسمه داي ميثايل تريبتامين. هو التريبتامين اسمه ايه؟ اسمه داي هيدروكسي تريبتامين. ده هو التريبتامين بس عليه اثنين ميثايل، فاسمه داي ميثايل تريبتامين. لاحظوا يا جماعه العلماء ان الماده دي بتفرز منه هو برضه من البنيان الغضي، لكن وقت لحظه الوفاه لحظه الاحتضار ما بتطلعش في الجسم غير واحد بيموت. يقول لك وظيفتها انها تخلي شريط ذكرياتك وتاريخ حياتك يلف قصاد عينك من وقت ما كنت بين الغدا بتموت، بتشوف كل حاجه. الماضي الصحيح بيعدي قصاد عينك مش وقت ما يحصل خالص. فيقول لك عرفوا يبصوا الماده في الكتاب وعرفوا تركيبها وعملوا منها دراجز بتتاخد فور ادكشن، يعني الواحد اللي عايز يعمل دماغ وبتاع ياخد تي ام تي، بس غالي قوي القرص بمبلغ وبتاع. لو النص الناس اللي ضربت الدي ام تي كوميت سوسايد انتحروا، يعني هو خد القرص عاش التجربه خلص راح انتحر. ما اعرف ازاي هجيب اقول له ليه ما اعرفش. النص الثاني قال لك بقى مور ريليجيوس، يعني قرب من ربنا والتزم، ولو بيروح الجامع راح اكتر، لو راح الكنيسه بيروح الكنيسه والتزم جدا جدا جدا. دول بقى سالوه ليه التزم؟ ليه الدي ام تي ده غير حياتك؟ قال لك انا شفت ربنا. هو بيقول كده، هو نفسه بيقول ده عن الريش، يعني يقول انا شفت كده. عشان كده سموه بره كده جيسس دراج، اسمه كده بره. كده هو احنا بنضحك مع بعض، فانت لو عندك كوش حاجه حلوه لينا هنضحك مع بعض. مش منطقي يعني، احنا ممكن ننزل مع بعض ونضحك اوكي، لكن ده يعني اوت اوف ريسبكت خالص يعني. يا اما اخد معاك اجراء واطردك دلوقتي من الحصه، يا اما تقول لي تعمل ايه؟ يعني ايه يعني ايه يعني ايه؟ ولا حاجه حضرتك، مش كده مش ده؟ انا في مع بعضينا وبنضحك ونهزر بس مدري كده مش كويس. اتفقنا؟ بعد كده انت اكسبت. اوكي يا جماعه؟ يبقى ده الدواء اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه دي ام دي. طبعا ده مش علينا، ما تنسبش السيروتونين والميلاتونين وتتمسك بده، يعني ده لا ضرر الموضوع يعني بره الموضوع ده. يبقى اتفقنا مع بعض بعمل سيروتونين وبعمل كمان ميلاتونين من التريبتوفان.
ايه كمان وبرده ديريفاتيف من التريبتوفان يقول لك اندول وكمان اسكاتول. اندول واسكاتول. وفي الواقع الاندول والاسكاتول دول مش انا اللي بصنعهم، دول بيصنعوا البكتيريا اوف ذا انتستين. البكتيريا اوف ذا انتستين بتشتغل على التريبتوفان وتعمل له بيوت ريفاكشن وتصنع منهم اندول واسكاتول، وده اللي بينزل في ستول. ينزل فين؟ في الستول. ومسؤول عن الكاركترستيك اسميل الجميله الرائعه الظريفه بتاع الستول. فالاندول والاسكاتول مش انا اللي بصنعهم، دول البكتيريا اوف ذا انتستين بتصنعهم بالاكشن اللي اسمه بيوت ريفاكشن، وفي الاخر بينزلوا فين؟ في الستول. ممكن تصنيع الاندول والاسكاتول يزيد امتى؟ لو الاكل قعد في الانتستين لفتره طويله. ده بيحصل وقت الكونستريشن، يعني الانسان ففي اكل كتير في الانتستين. لو في انتستينال اوبستراكشن، انتستينال اوبستراكشن انسداد معوي، وكمان لو في مرض هناخده حالا اسمه هارت نابيزيز. فالهارت نابيزيز هنعرفه حالا بيخلي برضه كميه الاندول والاسكاتول يزيد. يبقى خمسه ديريفاتيف من التريبتوفان نرجعهم مع بعض. اول ديريفاتيف اسمه ايه؟ اسمه نياسين، وده بيجي ثرو الميجر باثوي وبالتريبتوفان ميتابوليك. ثاني واحد اسمه فورمال تي اف اف، وده نوع من الوان كاربونيك. اتفقنا كمان سيروتونين وعرفنا وظائفه ايه، وميلاتونين، والاثنين دول نيورو ترانسميتر. كمان خمسه اندول واسكاتول، وده بالاكشن اوف الانتستينال بكتيريا اللي سميته بيوت ريفاكشن. يزيد امتى؟ لو في كونستريشن، لو في انتستينال اوبستراكشن، ولو في كمان ايه؟ هارت نوت ديزيز. طب تعالى نشوف ايه الامراض المرتبطه بالتريبتوفان. اول مرض ومهم جدا 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 يسمى هارت نوت ديزيز. اسمها هارت نوت ديزيز. ايه مشكله هارت نوت ديزيز؟ قال لك بيحصل ديفكت في الترانسبورتر وفي اللارج نيوترال امينو اسيد ومن ضمنهم التريبتوفان في الانتستين وكمان في الجسم. بمعنى فاكر لما خدنا المرض اللي اسمه سيستينوريا؟ مش كان في ترانسبورتر مختص بالداي بيزك اللي اسمه كولا؟ فاكر سيستينو ورنتين ولايسين وارنتين؟ كل مجموعه من الامينو اسيد ليهم ترانسبورتر خاص بيهم. ففي ترانسبورتر مختص باللارج نيوترال امينو اسيد من ضمنهم التريبتوفان. في الانتستين يعمل لهم ابسوربشن، وفي الكدني يعمل لهم ايه؟ ري ابسوربشن. الترانسبورتر ده باظ مش شغال، فمش قادر اعمل انتستينال ابسوربشن ولا رينال تيوبولار ري ابسوربشن لللارج نيوترال امينو اسيد ومن ضمنهم التريبتوفان. طب لو مش عارف امتص التريبتوفان ولا اعمل له ري ابسوربشن، كده التريبتوفان في الدم يزيد ولا ايه؟ لا يزيد طبعا. انا مش عارف اعمل له ابسوربشن، ما باخدوش من الانتستين، ومش عارف ارجعه الدم، ده بينزل مني يوريك. يبقى لما يقل الانتستينال ابسوربشن والرينال تيوبولار ري ابسوربشن وفي التريبتوفان، وقتها سيادتك التريبتوفان هيقل في الدم. لما يقل التريبتوفان في الدم ما اقدرش اصنع نياسين، صح؟ فيحصل بالندره. كمان التريبتوفان قاعد في الانتستين ومش عارف اعمل له ابسوربشن، تشتغل عليه البكتيريا اوف ذا انتستين ويزود تصنيع اندول واسكاتول. مره كمان المرض ده غايه الاهميه. اسمه ايه؟ هارت نوت ديزيز. مشكلته ايه؟ الترانسبورتر الخاص باللارج نيوترال امينو اسيد ومن ضمنهم مين؟ تريبتوفان. بيبوظ في الانتستين وكمان بيبوظ فين؟ في الكدني. في الانتستين مش قادر اعمل ابسوربشن، وفي الكدني مش قادر اعمل ري ابسوربشن للتريبتوفان. طب مش قادر اعمل ابزوربشن ما بدخلوش الدم، مش قادر اعمل ري ابزوربشن بينزل مني فين؟ في اليورين. وبالتالي طالما ما بيجيبوش الدم وبينزل مني في اليورين التريبتوفان بيقل. لو قل التريبتوفان مش هقدر اصنع النياسين، هيحصل ايه؟ بالندره. والتريبتوفان مش عارف امتصه فقاعد سياسه في الانتستين، فاشتغلت عليه البكتيريا اوف ذا انتستين وتديني اندول واسكاتول. ولما اتكلمنا عن الاندول واسكاتول قلنا بيزيد في مرض اسمه هارت نوت ديزيز. المهم قوي هنا ساعات بيقول لك جيب انا جاونت او ديكوبريت تو ديزيزز ديو تو ديفكت ان امينو اسيد ترانسبورت. مش خدنا السيستينوريا؟ ما ديفكت في الامينو اسيد ترانسبورت. كمان هنا هارت نوت ديزيز ديفكت في الامينو اسيد ترانسبورت. فانا مش عارف اشغل الترانسبورتر
بتاعت الركبان، لا في الانتستين ولا في الكدني. فلو قال لك الامراض اللي سببها ديفكت في الامينو اسيد ترانسبورت هقول سيستينوريا، والثاني اسمه ايه؟ اسمه هارت ديزيز. في كمان مرض يعني مش ظريف قوي، يقول لك بي 6 ديفيشن. مرض البي 6 لو البي 6 ناقص هيحصل انهبيشن لانزيم موجود في الميجر باث واي اسمه كاين يورينينيز، اسمه كده كاين يورينينيز. هو كويس الباثويك اللي كانت ملغيه كان فيها شويه اسامي عينه يعني، فكويس انها ملغيه يعني، دي عينه منها كاين يورينينيز. ولما الكاين يورينينيز ما يشتغلش بيزيد الاكسكريشن اوف ماده اسمها زانس يورينيك اسيد. هو المفروض طالما الباثوي اتلغت كان ده اتلغى معايا، بس هو معانا يعني. فالبي 6 ناقصه يوقف انزيم اسمه كاين يورينينيز، وبالتالي سيادتك يزيد الاكسكريشن اوف زانس يورينيك اسيد. اهم حاجه في الاسكيزوفرينيا يا جماعه نعرف ايه الديريفاتيفز خمسه، قول معايا كده. اول واحد اسمه ايه؟ نايوسين. اثنين فورمال بي اتش اف. ثلاثه سيروتونين. اربعه ميلاتونين. وخمسه الاندولوسيتون. الاندولوسيتون مش انا اللي عملتهم، اللي عملوا مين؟ البكتيريا اوف زاتس. الديزيز المرتبط بيه اسمه هارتلوب ديزيز. افكت في الترانسبورتر بتاع التريتوبان انتستن وكدني. التريتوبان يزيد ولا يقل؟ يقل، فيحصل باللجرة لايك مانيفستيشن، وكمان يزيد الدول والسكتول في الاسطول. ناقص بي 6 يوقف كاين يورينيز، فيزيد الاكسكريشن اوف الزان يورينيك اسيد ان اليورين. كده يتبقى لي ثلاث معتين ويبقى خلصنا هذا الشهر. شوف العدد الجود عشان ننسى. اول تجميع اسمها كرياتين ميتابوليزم، وثاني تجميع اسمها جلوتاثيون ميتابوليزم. نبدا كده بالاولى. يلا مع بعضينا نتكلم على ميتابوليزم اوف كرياتين. مبدئيا عايزك جنب كلمه كرياتين تكتب اسمه العلمي. اسمه العلمي ميثايل جوانيدو اسيتيت. اكبر خطي ميثايل جوانيدو اسيتي. قالوا كده؟ حلو. طيب الكرياتين ده انا فاكر احنا خدناه في اول ما خدنا البايولوجي، فاكر؟ كان موجود في المصل، وظيفته في المصل ستورج اوف الانرجي، وبعمل دي حاجه اسمها كرياتين ايه؟ انا بقى عايز اتكلم عن الميتابوليزم بتاعه، تصنيعه، تكسيره، الحاجات دي. تعالى نصنعه، انا بصنعه من خطوتين. خطوه في الكدني والثانيه في الليفر. وعشان اصنعه ببدا بارجينين، وفاعل الارجينين مع امينو اسيد اخر يسمى جلايسين. يبقى هبدا افاعل ارجينين مع مين؟ مع جلايسين. وهنقل مجموعه اسمها مجموعه اميدين، هنقل اميدين جروب من الارجينين للجلايسين. لو شلت من الارجينين الاميدين جروب هيبقى عندي اورنيزين. لو شلت من الارجينين الاميدين جروب يبقى اسمه ايه؟ اورنيزين. ولما الجلايسين ياخد الاميدين جروب يبقى اسمه جوانيدو اسيتيت. مره كمان يلا. بدات الارجينين ومعاه جلايسين، نقلت جروب اسمها اميدين جروب من الارجينين للجلايسين، فحولت الارجينين الى اورنيزين، وحولت الجلايسين الى جوانيدو اسيتيت.
طب عايز اسمي الانجيل ده اسمي ازاي؟ قال لك هو نقل اميدي جروب، هو لما نقل اميل جروب اسمه ترانس اميليز، نقلت ميثايل جروب ترانس ميثايليز، نقلت كارباموييل جروب ترانس كارباموييل، طب نقلت اميدي جروب ترانس اميدين. فالانزيم ده يسمى ار جينين ترانس اميدينيز، هذا كمان اسمه ار جينين ترانس اميدينيز. والرياكشن ده بيحصل فقط وحصريا وايه سيكلوزيف في الكدني. يبقى الارجينين ترانس اميدينيز مكانه فين؟ مكانه في الكدني. وعمل لي جوانيدو اسيديل، معلش انا اسف، هو ليه اسم قديم موجود في الكتاب مش عارف ليه، فانت تعرفه برضو، اسمه القديم جلايكوسيامينز، هو اسمه جوانيدو اسيديل صح، او بسميه جلايكوسيامين، ده اسم قديم قوي بس عندنا في الكتاب فنعرفه. طب الموضوع بقى سهل دلوقتي، هو ازاي تحول الجوانيدو اسيتيت الى ميثايل جوانيدو اسيتيت؟ مش فاكر سيادتك وظائف السامبر مايك كان ايجيبت جي جوانيدو اسيتيت يبقى كرياتين، فانا اجيب الجوانيدو اسيتيت اروح مدخل سام واطلع ساح برافو عليك، واحط ميثايل على الجوانيدو اسيتيت بقى عندي مين؟ بقى عندي كرياتين. الانزيم اللي عمل الرياكشن ده بينقل ميثايل فبسميه ميثايل ترانسفيريز، اسمه ايه؟ ميثايل ترانسفيريز. والرياكشن ده موجود فقط وحصريا واكسكلوزيف ليفر. يبقى صنعته الكرياتين بخطوتين، بص معايا على البورد كده وركز معايا، الخطوه الاولى كدني والثانيه فين؟ ليفر. بدات في الكدني جبت ارجينين وجبت جلايسين ونقلت اميدين جروب من ارجينين لجلايسين، ارجينين اتحول الى اورنيتين وجلايسين ده اسمه جوانيدو اسيتيل، الاسم القديم جلايكوسيد. احط ميثايل على الجوانيدو اسيتيل دخل سام طلع ساح بينزل اسمه ميثايل ترانسفيريز مكان ليبر بقى عندي كرياتين. لو حد شاطر يقول لي مين الامينو اسيدز كده اللي دخلت في تصنيع الكرياتين؟ ما حدش يقول لي اورنيثين، اورنيثين ده خرج، اللي دخل ارجينين وجلايسين وميثايلين، ميثايلين فين ده الميثايلين؟ السام، مش السام ده اسمه اكتف ميثايلين، فيقول لي انيوميريت 3 امينو اسيد ذات انتر في الاستراكشر وفي الكرياتين ارجينين وجلايسين وميثايلين. الكرياتين ده اتصنع فين؟ في الليبر، من الليبر يروح للدم وفي الدم يحصل له uptake by the muscle، يعني المصل تاخده، يقول لك it's uptake and retention by the muscle is held by الاندروجين. من هم الاندروجين؟ فخر اتجاه فعلي الميل سيكس هرمون، الاندروجين الميل سيكس هرمون اللي هو التستوستيرون الهرمون الذكريه، فعشان اعمل له uptake وريتنشن باي المصل ده محتاج اندروجين. كده اتوقع يا طه يبقى اكتر في الميل ولا في الجميل؟ في الميل طبعا، ان هو الابتيك بتاعه يلبس بقى مين؟ باي ساعات. الباشا لو انا رحت المصر وعندي اكسس اوف اي تي بي، يعني انا هاي انرجي ليفل، كنت ادخل اي تي بي واخرج اي تي بي واخد فوسفيت من اي تي بي احطها على الكرياتين يبقى اسمي مين؟ كرياتين فوسفيت. اسمي ايه؟ اسم تاني على اسمه فوسفاجين، ينفع والله فوسفاجين. ليه اسمه فوسفاجين؟ عشان بيعمل جينيسيس للفوسفين. لو انا لو انرجي ليفل زياده هروح ماشي بالعكس واخد الفوسفين احطها على الاي دي بي واعمل اي تي بي ده ديورنج وورك، او لو انا لو انرجي ليفل. حتى الانزيم ماشي في السكتين واسمه ايه؟ كرياتين كاينيز. فوظيفه الكرياتين في المصل انه بيعمل ستورج للهاي انرجي فوسفيت. لو انا عندي اكسس اوف اي تي بي انا بكون كرياتين فوسفيت، لو انا عندي اي تي بي قليل انا ماشي بالعكس سيادتك عشان ابني اي تي بي وكرياتين. الجمله جايه غايه في الامان، يقول لك اسبونتينيوسلي يعني تلقائيا
ونان انزيماتيكالي يعني من غير اي انزيم وديلي يعني كل يوم ولا كمان اسبوت كينيسلي ونان انزيماتيكالي وديلي كونستنت اماونت اوف كرياتين تفقد ووتر وتتحول الى كرياتين كونستنت اماونت كميات ثابته من الكرياتين تفقد ميه وتتحول لايه لكرياتين عشان كده ساعات بنسيبه لك ايه كرياتين از كرياتين ان هايدرايد صح ولا صح؟ لكن ان هايدرايد يعني من غير ايه؟ من غير ميه فلو شلت ميه من الكرياتين يبقى اسمه ايه؟ كرياتين مش بس كده ده ممكن الكرياتين فوسفيت لو ما استخدمتهوش وبقى له فتره في المصر يفقد فوسفيت ويتحول الى كرياتين برضه طب ايه وظيفه الكرياتين؟ ولا شوف ايه مصير سمعت كلمه غريبه كده مش عارف مصدرها فين شكلها هيبقى تقريبا والله اعلم ايه اللي جاب كابتن وان يا ماما في فرق ما بين الكارنيتين والكرياتين انت اسمه كارنيتين ايه اللي جاب الكارنيتين للكرياتين ضيعت كل اللي عملوه اليمن ده يبقى اتحبست في اليمن الارض ضربوها بقى وظيفته ايه الكرياتين ولا ليه اي وظيفه مصيره ايه سيادتك مصيره ينزل يورين هو الاند برودكت وفي الكاتابوليزم وفي الكرياتين هو الناتج النهائي لتكسير الكرياتين ومصيره ينزل يورين في ناس كتير بتتلخبط واحنا معاهم ما بين الكرياتين والكرياتين بيدخلوا بعض في الامتحان اللي فيه ان واحده هو اللي في المصدر وده اللي بيخزن الانرجي اللي فيه انتين ده الاند برودكت وده ينزل يوريك فاصل كده بقى اللي فيه ان واحده ده اللي في المصدر وده اللي شغال وبيخزن انرجي اللي فيه انتين ده الاند برودكت وبينزل فين اوعى تتلخبط المره كمان عايز اصنع الكرياتين بيتصنع من 3 امينو اسيد اسمه ارجينين جلايسين ميثيونين بدات يا حبي بالارجينين والجلايسين بنزين اسمه ارجينين ترانس اميدينيز مكانه ايه نقلت اميدين جروب من ارجينين للجلايسين بقى عندي اورنيثين وجوانيدو اسيد عشان جوانيدو اسيد ده يبقى كرياتين هضيف له ايه ميثايل هدخل ساح واطلع ساح للميثايل ترانسبريز في الليفر بقى عندي كرياتين يبقى كرياتين يتكون في الليفر طب الليفر راح دم الدم يحصل له ابتيك باي المصل وإذا أبتيك and retention by muscle helped by mean الأنجين يبقى توقع أكثر في المين عن الفيمين فموجود في المصل وظيفته إيه؟ لو عندي excess of ETB يدخل ETB مع كرياتين ويطلع ETB فعندي كرياتين فوسفيت والإنزيم اسمه كرياتين كارين لو أنا سيادتك low energy level همشي بالعكس كرياتين فوسفيت وETB أروح عامل ETB وكرياتين الحتة اللي تحت أهم حتة التكسير spontaneously ونان انزيماتيكالي وديلي كونستنت اماونت كل يوم تفقد ميه تتحول لمين؟ للكرياتين مش بس كده ده الكرياتين فوسفيت نفسه اللي هو هاي انرجي نفسه لو ما استخدمتهوش يفقد فوسفيت ويبقى كرياتين ايه وظيفه الكرياتين؟ ملوش وظيفه عايزها في حاجه مش عايزها في حاجه طب مصيرها ايه؟ تنزل فين؟ يبقى منين ده بينزل فين؟ في اليونت ده الام بروتا عايز اقول لك حاجه اي انت برودكت واي حاجه ملهاش ميتابوليزم وبتنزل في اليونت كان بيوز از ان اندكس فور كيدني فانكشن سي اي حاجه ملهاش ميتابوليزم بتنزل وانت برودكت وتنزل يونت ممكن استخدمها كاندكس فور ايه فور كيدني فانكشن ايه اللي خدته بكده اندكس فور كيدني فانكشن لا تعملوا يوريا مش يوريا يا جماعه مش الامونيا كان اندكس للليفر فانكشن لكن اليوريا اندكس فور الكيدني فانكشن فاليوريا كان اندكس فور الكيدني فانكشن كمان الكرياتين ده ملوش ميتابوليزم ومصيره ينزل يورين فبستخدمه كاندكس فور الكيدني فانكشن الليفل بتاعه في الدم من 0.6 ل 1.2 مللي جرام بير تي 3 واكيد انت متأكد ده شيء
هي اليوريا كانت كام؟ اليوريا 10 ل 50. وكان في وايد رينج ليه؟ انا فكرت بتاع هنا برضه في وايد رينج ده 1.2 بالدبل بتاع 0.6. طب ليه هنا في وايد رينج؟ لا دي سهله عشان ماسل بلك، عشان الماسل بلك حجم العضله. فكل ما الماسل تبقى اكتر كل زيادتك من الكرياتين والكرياتين تبقى. يعني لو جبت زيادتك اندر تيكر دلوقتي وابدا بالعقد الفقير لله، مين عنده ماسل ده اكتر؟ اكيد انا طبعا اكيد يعني من غير تفكير يعني. فكل ما الماسل تبقى اكتر كل ما كميه الكرياتين والكرياتين، وبالتالي الرقم ده يبقى اقل في الكميه. لان الحجم العضلي عندها برضه ايه؟ اقل. فكان زمان يعني دلوقتي بسم الله ما شاء الله عليهم. طيب لو قلت لك لو اليوريا اندكس فور كيدني فانكشن وكمان كرياترين اندكس فور كيدني فانكشن، تعتقد مين فيهم مور اكيوريت؟ مين مور اكيوريت؟ كرياترين. ليه كرياترين مور اكيوريت؟ قال لك لانه نوت افكتد باي تايم، ملوش علاقه بالاكل. ده 100% اندوجينس، كله جاي من تكسير الكرياتين اللي في عضلاته، وبالتالي هو مور اكل. لا نسي السؤال ده، اكتب اي حته فاضيه. هو ماسل البلك بس الماسل بتاعك ما خدتهاش من بره، وفي الاخر كميه ثابته اللي بتتكسر. فانا عندي ماسل ثابت، فاستهلا انت واحد، عندي واحد، الطبيعي تبقى واحد. لو اشتغل ثلاثه لا عندي مشكله في كده. اكتب انيوميريت تو انديسز. عارف يعني ايه انديسز؟ جمع انديس. تو انديسز فور الكيدني فانكشن. هيقول لي انيوميريت تو انديسز فور الكيدني فانكشن. الاجابه هقول ايه؟ يوريا اند كرياتين. يوريا اند كرياتين. اللي بعده اكتب which is more accurate. يبقى two indices for kidney function هو يوريا and كرياتين. ده حاجة مبارك. which is more accurate. اللي جابه هو ايه؟ كرياتين. which is more accurate اللي جابه ايه؟ كرياتين. اكتب why. اكتب كل ده ما سهل why، ما فيهاش حاجه why. اكتب يا دكتور والله انا مستعجل. الانديسز يوريا وكرياتين. هيقول لك مين مور اكيوريت؟ كرياتين. جنبها واي. هقول زيادتك لانه هو نوت افكتد باي الزايد و 100% اندوجينس. بس هي الموضوع كده يعني مش صعب يعني. فلما يسالني مين الانديكيتورز او الانديسز فور كيدني فانكشن هقول يوريا وهو الكرياتين. مين مور اكيوريت؟ كرياتين. ليه؟ لان هو نوت افكتد باي الدايت، ما بيتاثرش بالاكل، وكمان 100% انبوت. هو الكرياتين بيتصنع في الليفر، لكن الكرياتين جاي من العضله، فاكيد لا تزول في اليوريا. فالكرياتين مش الكرياتين. انا ملوش دعوه بالله خالص في موضوع الكرياتين. سعاد الباشا سعاد بيلخبط في امتحان، مش عايز صوت. انا نفس انا صدقه مصر ايه؟ انا مش هستحمل تاني، نفس انا صدقه. فراعي ان نفس انا صدقه. اوكي؟ بقول مره كمان. بقول سعاد بيلخبطني الانزيم موجود فيه، انا عندي انزيمين. واحد اسمه ارجينين ترانس امبريز ده كيدني، والثاني اسمه ميثايل ترانس امبريز ليفر. ساعات بيلخبطني ده فين وده فين. انا كعباس يعني بحفظ نفسي كده، بقول مكانهم بحروف كلمه اكمل.
اكمل ما بين القوسين بسمع الارجينين ترانس اميدينين وراه كي يبقى كده ميثايل ترانس فريز وراه ال يبقى ال انا بحافظ نفسي كده عشان ما اتلخبطش فيهم هي جايه بكلمه اكمل ارجينين ترانس اميدينين يبقى مكانها فين في ميثايل ترانس فريز مكانها فين مكانها ليبر وبكرر اهم كلمه في الكرياتين بيقول لك ايه الثلاثه امينو اسيد اللي داخلين في تصنيعه ارجينين وجلايسين وميثيونين اندكس فور كيدني فانكشن اللي هو مين الكرياتين والنورمال ليفل بتاعه 0.6 ل 1.2 هو ولا يوريا مور اكوريت هو ليه 100% اندوجينس وكمان سيادتك نوت افكتد باي ذات طب في تجميع كده عايزين نكتبها في الحته دي افهم الحته البيضاء What is the end product of? What is the end product of metabolism? What is the end product of catabolism? Catabolism. من أول السطر رايك. What is the end product of catabolism? واحد بروتين. البروتين دي على البور ده عشان بيحب البور. أمراض التفاعل يوريا أمراض الديهايدروليز وهي التكاثرس عند البرودة والتكاثرس وفي البروتين يوريا طب البيورين غارسي يوريك أسيد البيورين يوريك أسيد طب كاتي كولامين بي ام اي طب سيروتونين 5 higher طب كرياتين كرياتين ده السؤال ده مهم جمعنا في الاند برودكت بتاع الكتابرز بتاع الحاجات اللي خدناها البروتين ما تقولش امينو اسيد طبعا لا هقول يوريا البيورينز يوريك اسيد الكاتيكولامينز DNA السيروتونين 5 higher والكرياتين الـ end product والكتابلس بايه؟ كرياتين يلا بينا ندخل على آخر حاجة في الشابتر ده وهو جلوتاثيون جات سيرته كذا مرة في المنهج اسمه جلوتاثيون صح ومكون من 3 امينو اسيد جلوتاميت وسيستاين وجلايسين ده حتى اسمه العلمي جاما جلوتاميل سيستينيل جلايسين اسمه كده جاما جلوتاميل سيستينيل جلايسين وحتى الاسم خلاه كلمه جلوتا يعني كلمه جلوتاميت والثايو ده الثايول بتاع السيستاين وإين ده جلايسين فجلوتا ثايول الاسم جز كده كده جلوتا يعني كلمه جلوتا مين الثايو ده الاس اتش بتاع السيستاين والان بتاع ايه الجلايسين بسميته جلوتا ثايول ساعات برمز ليه بالرمز ده جي اس اتش الجي دي الانيشال بتاعته لكن اول حرف جلوتا ثايول جي والاس اتش ده الاكتيف سايت اللي شغال بيها عارف زي ايه زي كو اي اس اتش هو ليه دور عن كل الاستراكشر بتاع الاس اتش هو شغال بالاس اتش فالرمز بتاعه جي اس اتش جي دي اول حرف منه هو جلوتاثيون فخدت جي والاس اتش هو شغال بالاس اتش بتاع مين بتاع السيستين على فكره الكرياتين مكون من 3 امينو اسيد ارجينين وجلايسين وميثيونين وجلوتاثيون برضه 3 امينو اسيد جلوتامين سيستاين جلايسين هما الاثنين امينو اسيد اللي شيرد في الاثنين جلايسين يعني جلايسين داخل في تصنيع الكرياتين وداخل في تصنيع برضه ايه جلوتاثيون وجلوتاثيون في منه نوعين لو تفتكر نوع اسمه جي اس اس جي ونوع اسمه جي اس اتش حد فاكر؟ كان الجي اس اتش اسمه ريديوس
glutathione وكان الجي اس اس جي اسمه اوكسيدايز وعشان احول الاوكسيدايز الى ريديوز كنت محتاج زياده الانزيم اسمه جلوتاثيون ريدكتيز وكان محتاج زاد بي اتش بلس اتش بتيجي من اتش يبقى احول الاوكسيدايز الى ريديوز بنزيم اسمه جلوتاثيون ريدكتيز. طب انت مهتم ليه قوي بالجلوتاثيون؟ ايه اهميه الجلوتاثيون؟ وباكد عليه باكد عليه بعمل ايه؟ اكد عليه ان وظائف الجلوتاثيون مهمه. فالامبورتنت او الفانكشن اوف الجلوتاثيون بحروف كلمه اكد. الايه قال لك مهم فور الامينو اسيد ترانسبورت وكمان ابزوربشن. حاجه اسمها جاما جلوتاميت سايكل ناخدها ان شاء الله في سنه ثانيه في الجي اي بي. عشان امتص الامينو اسيد انا محتاج جلوتاثيون، عشان امتصه محتاج جلوتاثيون، حاجه اسمها جلوتاميت سايكل. الايه قال لك مهم كانتي اوكسيدنت سبيشالي فين؟ في الار بي سيز. وكان بيعمل ريموفال للاتش 2O2 ومضاد للاكسده. السي تجميع كو انزايم فور ميني انزايم. جمع بقى يا حبي بقى ايه الانزيمات اللي عايزه جلوتاثيون. كان في واحد اسمه ابوليتين، خدناه فين ده؟ في الكريكس. وفي بروستاجلاندين سنتيز اللي كان بيصنع ايكوزينوين. وكان في ميثايونين ادينوزايل ترانسفريز اللي كان بيعمل ايه ده؟ السام. واحد هناخده ان شاء الله في العملي اسمه جلوتاثيون انسولين ترانس هيدروجينيز. ده بيكسر الانسولين. لا ده ملل فعلا، ملل اسيتو اسيتيك ايزوميريز. الكلام ده حفظ؟ اي نعم يا حبي. خمسة انزايم محتاجة جلوتاثيون اسكوفاكتور. احفظ معايا اول واحد اسمه ايه؟ اجونيتيز، بروستاجلاندين سنتيز، ميثايونين، ادينوزايل ترانسفريز، وجلوتاثيون انسولين ترانس هيدروجينيز، وملل اسيتو اسيتيت هيدروجينيز. يا رب اللي ما يقول يسقط واللي يقول يا رب يجيب في المرة. يا رب مين الكوينزايم؟ مين الانزايم اللي عايز جلوتاثيون اسكوينزايم معايا؟ اجونيتيز، بروستاجلاندين سنتيز، ميثايونين، ادينوزايل ترانسفريز، جلوتاثيون انسولين ترانس هيدروجينيز، ومالين اسيتو اسيتين. واحد عدو ايه انا اقول الكلمه هو ايه هو كده حلو زي ايه. والجي دي توكسيفيكيشن، ازاله السموك زي مركب يسمى برومبيزي. يبقى هي المفروض كلمه ااكد امينو اسيد ترانسبورت وانتي اوكسيدنت وكو انزايم فور ميني انزايم ودي توكسيفيكيشن. الفكره في كده سعد طالب شاطر ويقدر امتحان الفاينل ويطلع دكتور ظالمني، دكتور ظالمني منقصني خمس درجات في الفاينل. انا كاتب كما انزل زي الكتاب بالظبط وزي ما الجامعه بالظبط، منقصني ايه؟ الكتاب الريتن فن، فن يعني اللي بيفرق الاول على الدفعه على الاخيره على الدفعه هو اللي. فساعات الباشا لما يجي لك امبورتنت في اي امينو اسيد يفقد بتصنيع الجلوتاثيون لازم معاه هقول سيرفيس اوف جلوتاثيون واقول ااكد، يعني اكتب وظائف جلوتاثيون لازم طبعا. لو قال لي امبورتنس اوف جلاسين وقلت سينثيسيس اوف جلوتاثيون تحتها وظائفه ايه؟ امبورتنس اوف جلوتامين قلت سينثيسيس اوف وظائفه ايه؟ لازم تتكتب. مش انت قلت تصنيع جلوتاثيون اللي وظائفه كذا وكذا وكذا. بس انت كاتب اه زي الكتاب بس الاس ضربتين ليه؟ في واحد كتب ااكد وانت ما كتبتش. وخلي بالك زياده اللي بيصنع ده في الريتن مش ملتزم بالانسر كي، يعني مش لازم كما قلت. انا وانا واقع كده ببص كده سيادتك في الانسر كي اعرف موزع درجه درجه.
وانا بصلح بقى لقيت واحد كاتب كتابه ما فيهاش حل وكاتب امبورتنت كل حاجه. ده بالنسبه لي هو الدمار. لو انت كتبت اقل منه فمع اي امينوات سواء من الفريق او سيستين او جلايسين اكتب امبورتنت او جلوتال فايبر. هات الورقه الفاضيه وانت كابتن جماعه يلا كابتن جماعه مع بعض يلا. اول تجميعه اكتب امينو اسيد نيدد for synthesis of neurotransmitters. Amino acid needed for synthesis of neurotransmitters. Amino acid that gives neurotransmitters. ايه الامينو اسيد اللي بتديني نيوروترانسميتر؟ نقول الاول خالص برافو عليكي. اول واحد خدناه جلايسين ده itself بنفسه انهيبيتور نيورو ترانسميتر. يبقى الواحد ايه؟ جلايسين ده نيورو ترانسميتر. ايه كمان؟ جلوتامين. الجلوتامين اتسلف نيورو ترانسميتر ده بنفسه نيورو ايه؟ ترانسميتر. كمان يديني جابا والجابا ده انهيبيتور نيورو ترانسميتر. ايه كمان؟ لا ما اقولش اقول تيروزين. تيروزين بيدي مين؟ كاتيكولامين اللي هما مين؟ دوبامين وإبينفرين وهو هو والله عايز ونور إبينفرين كلهم نورترانسميتر. ايه كمان؟ تريبتوفان بيدي مين؟ السيروتونين والميلاتونين. كل دي سياده امينو اسيد مهمه عشان النور ترانسميت. الجلايسين اتسلف انهيبيتور نور ترانسميت. الجلوتامين اتسلف نور ترانسميت وبيدي جابا اللي هو انهيبيتور نور ترانسميت. التيروزين ادى كاتيكولامين دوبامين وابينفرين ونور ابينفرين كلهم نيورو ترانسميت. والتريبتوفان ادى سيروتونين وميلاتونين برضه نيورو ترانسميت. Enzymes that require pH 4. الله عليك انت متقلق النهارده يا واد. نواف لا نواف النهارده عامل شغل كبير. نواف عامل شغل كبير لكن نواف ولا عامل اي حاجه. الفرق ما بينهم الف لكن بسم الله ما شاء الله العلم الفرق كبير قوي. كل الاروماتيك امينو اسيد كريز. اكتب رقم واحد فينايل الانين هيدروكسيليز. ده كان بيصنع ايه ده؟ بي اتش 4. اهي بي اتش 4 اهي. يا واد يا براء لسه بتاعك بي اتش 4 خلصنا الشابتر يا واد. ماشي بايظه بقى بايظه ده الزايد ذات ريكواير بي اتش 4 اللي هو التترا هيدروبيوتين. واحد فينايل الانين هيدروكسيليز خد سهم بيدي تيروزين يعني سهم وقت تيروزين. فينايل الانين هيدروكسيليز سهم بيدي تيروزين. معكش قلم اجيب لك قلم شيك كده ولا الناس دي لا ولا الناس دي يا جماعه خلي لما يكتبوا ولا لا البرنس انت سيرش. يبقى فينايل الانين هيدروكسيليز يدي تيروزين. اثنين تيروزين هيدروكسيليز. اثنين تيروزين هيدروكسيليز.
والسهم يدي دوبامين. التيروزين هيدروكليز يدي مين؟ دوبامين. ثلاثة تريبتوفان هيدروكسليز. تريبتوفان هيدروكسليز والسهم يدي سيروتوني. انت في اول سطر لغايه دلوقتي؟ انت في اول بتاع لغايه دلوقتي؟ يبقى فينايل امين هيدروكليز يدي تيروزين. تيروزين هيدروكليز يدي دوبامين. تريبتوفان هيدروكليز يدي مين؟ تيرودون. كله كتب خلاص؟ كتبت يلا لسه واقع؟ كتبت؟ تيرودون. تريبتوفان هيدروكليز يدي تيرودون. اكتب سؤال كمان. انيوميريت diseases due to defect in amino acid transport. Diseases due to defect in amino acid transport. Disease due to defect in amino acid transport. واحد cystinuria. هتبقى لك لو لسه مش عارف تكتب سيستينيوريا. الثانية بتاع التريبتوفان اسمها هارت نام ديزيز. يبقى سيستينيوريا وهارت نام ديزيز دول امراض نتيجة ديفكت في الامينو اسيد ايه ترانسبورت. طب برضه انت سمعتني بس من غير ما نكتب دول سهلين. لو قلت لك ديريفاتيفز اوف تيروزين. ديريفاتيفز اوف تيروزين يعني كولامين بتقول تعين لا تريبتوفان يا فاشل. لا النهارده اليوم مش مظبطه خالص. اليوم باظت خالص. التيروزين هيديني كاتيكولامين هما دوبامين ودول ادرينفين وادرينفين والثايرويد هرمون وكمان ميلانين. طب قلنا ديريفاتيفز اوف تريبتوفان نايازين وفورمال سي تشيم وسيروتونين وميلاتوني ومنتول ويستاتوني فاصل والروح. شو كان هي ديزيز التاتشو؟